مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، الاهلي الليله بيغطي كل اخبار النادي الاهلي. عايز اقول لكم بعض النقاط اللي هتكون محور الحديث النهارده في الاهلي الليله. معايا كمان زميلي محمد سعيد هيرحب بحضراتكم بعد قليل. ان شاء الله نتكلم عن موضوع التحكيم، وسمعنا عن استقاله للكابتن عصام عبد الفتاح. اعتقد ان هي لا اساس لها من الصحه. نعرف تفاصيل عن هذه الاستقاله برضو مع محمد سعيد ومع حضراتكم. كمان اقتراح من اتحاد الكوره بتولي مسؤوليه لجنه التحكيم لحد عنده خبرات، ممكن يكون حد اوروبي، حد عربي، حد اسيوي، ايا كان هو مين، لكن حد عنده خبرات تجربه عايزين يطبقوها زي ما السعوديه مطبقاها عندها، واعتقد انها ناجحه الى حد ما، وده اللي اثار غضب عصام عبد الفتاح. اعتقد هذا الخبر هو ما وراء الكواليس اللي هنتعرف عليها برضو بعد قليل مع حضراتكم، بعد خصوصا بعد مباراه الاهلي والانتاج اللي كان فيها ظلم بين النادي الاهلي، الغاء هدف صحيح جدا جدا بداعي التسلل لا اساس له من الوجود اساسا، كمان ضربه جزاء لو اي حد، يعني مش عايز اقول تشبيه معين، لكن لو اي حد في الملعب هيشوفها، اللي قاعدين فوق خالص فأعلى المدرجات هيشوفوها، احنا شفناها، اللي مالهمش في الكوره هيشوفوها، اللي ليهم في المصارعه الروماني كمان هيشوفوها، زي ما وصف المحللين الرياضيين كانت عباره عن مصارعه روماني كمان، يعني مش مصارعه حره. ضربه جزاء واضحه للجميع، لكن لم يراها الكابتن ابراهيم نور الدين ولا الحكم الاضافي. اعتقد ان هو كان محمد ابو خاطر، مع انه كان مركز جدا بس مش عارف كان مركز في ايه. طبعا ده طلع بيان قوي جدا من النادي الاهلي اللي ادى الى حدوث، يعني مش عايز اقول مشكله الكابتن عصام عبد الفتاح، لكن اعتقد الكابتن عصام عبد الفتاح لازم يراجع كل قراراته علشان الدوري يستكمل، ويستكمل بطريقه فيها نزاهه، خصوصا نزاهه تحكيميه كمان. هنتكلم كمان عن الاهلي وهوريه كوناكي بطل غينيا، هنتكلم عن المنتخب والنايجر، مباراه مهمه جدا بعد بكره ان شاء الله ببرج العرب الساعه 8، مباراه مهمه جدا خصوصا بعد هزيمتنا من تونس في المباراه اللي من عمر كانت 1-0 انتهت. كمان هنتكلم عن الاهلي واسلوب حياه، هنتكلم عن الاهلي واسلوب حياه، واقول لكم بعد قليل يعني ايه الاهلي واسلوب حياه، عشان كل الجماهير الاهلاويه دايما بتبص النادي الاهلي ان هو يكسب، لكن في حاجات كتير لازم حضراتكم تعرفوها هنتكلم عليها بعد قليل. ارحب بزميلي محمد سعيد اللي هيرحب بيكم دلوقتي حالا، اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، جماهيرنا العريضه في الوطن العربي الكبير وفي مصر بالتاكيد، متابعه حيه وكواليس خاصه واخبار عديده فيها تفاصيل كتيرة جدا من داخل النادي الأهلي ومن خارج النادي الأهلي في هذه الليلة الاستثنائية من برنامجكم بالتأكيد الأهلي الليلة. زي ما ذكرت كابتن ميدو، عندنا تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بالتحكيم والإجراءات المتبعة اتخاذها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باتحاد كرة القدم، مع هذا الملف الحيوي اللي ممكن يهدد مسابقة الدوري في أي لحظة من اللحظات. أيضا الحدث الأهم بالنسبة لنا كمان مباراة النادي الأهلي وهورية كوناكري الغيني بإذن الله يوم 14 سبتمبر الجاري. هذه المباراة الهامة جدا والصعبة جدا، رغم أن البعض بيعتقد أنها مباراة سهلة، أنك بتواجه فريق إفريقي وفريق ليس له باع طويل في القارة الأفريقية، لكن من خلال النتائج ومن خلال الأرقام ومن خلال المواجهات اللي أداها هذا الفريق في دور المجموعات، سواء أمام سان داونز بطل جنوب أفريقيا أو أمام الوداد المغربي، لا تقدر تقول مباراة صعبة جدا، ولازم الكل يخشى من هذه المباراة عشان نقدر نستعد بشكل جيد، وتكون هذه الصورة معاكسة أيضا للاعبين والجهاز الفني عشان يتخطوا هذه المباراة. والختام بالتأكيد مع مباراة مصر والنيجر، مباراة هامة جدا كابتن ميدو، يعني مباراة صعبة جدا على فكرة، مباراة مش سهلة. لو نتذكر منتخب النيجر كان أقصى منتخب مصر عام 2012 بعد ما كنا حققنا 3 كأس أفريقيا 2006 و2008 و2010، لكن اللي بيزود صعوبة هذه المباراة إن هي أول مهمة رسمية للمدير الفني المكسيكي خافير أجيري مع المنتخب الوطني. كمان في تفاصيل كتيرة في هذه الحلقة، هنتابع بالطبع كمان موضوع لائحة النادي الأهلي والدستور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، والنهاردة بشكل حي وبشكل مباشر جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع أعضاء النادي الأهلي والجمعية العمومية بعد العديد من ورش العمل خلال الفترة الأخيرة ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض، وكمان حصلت تعديلات واقتراحات قدر أعضاء النادي الأهلي إن هم بالفعل يقرروا مستقبلهم خلال الفترة القادمة من خلال لائحة بتعبر بجد عن النادي الأهلي، وزيارة كانت مهمة النهاردة للكابتن محمود الخطيب في مقر اللجنة الأولمبية المصرية. تفاصيل كتير، ضيفنا كمان النهاردة ضيف استثنائي هيكون معاك كابتن ميدو، نكمل تفاصيل الحلقة معاك.
اكيد محمد هيكون معانا طبعا الكابتن الكبير نجم المحله ونجم مصر الكابتن شريف الخشاب عشان نتكلم في كل النقاط اللي اتكلمناها واستعرضناها مع حضراتكم مع محمد سعيد. اتكلم محمد سعيد في ماتش الاهلي وحوريه، كمان ماتش مهم جدا وماتش صعب جدا زي ما قال محمد سعيد. حوريه كوناكري الغيني فريق قوي جدا لا يستهان به بالمره، خسر مره واحده امام الوداد المغربي، وامام سان داونز كسبه وتعادل معاه في ارضه في جنوب افريقيا كمان. لكن مباراه اكيد مفيش صعب على النادي الاهلي، وده اللي بكلمكم فيه او هكلمكم فيه، ان الاهلي يا جماعه اسلوب حياه. يعني ايه الاهلي اسلوب حياه؟ الاهلي ليه شكل وليه مقومات، واكيد حضراتكم تعرفوها، وليه عادات وليه تقاليد وليه اسس ومبادئ حضراتكم كلكم تعرفوها. عشان كده دايما الجماهير بتطلب من النادي الاهلي، عايزين صفقات، عايزين لعيبه، عايزين دعم، عايزين عايزين عايزين. واكيد حضراتكم عارفين كل يعني التحديات اللي بيواجهها النادي الاهلي في الاونه الاخيره، واكيد حضراتكم بتعرفوها وبتشوفوها كل يوم، خصوصا كمان في المباريات اللي لعبت او هتلعب. يعني ربنا يستر من اللي جاي. عشان كده النادي الاهلي طلع بيان شديد اللهجه وقال يا جماعه عايزين نمشي فير، موضوع سهل جدا نمشي فير، خصوصا كمان من الاسلوب التحكيم اللي احنا كنا هنا دايما بندعمه في قناه النادي الاهلي خلال مسيرتنا معاكم من اول ما بدانا قناه النادي الاهلي، واحنا بندعم التحكيم بصوره مباشره وغير مباشره كمان. لكن الناس بتقول صفقات صفقات، عشان اجيب صفقات للنادي الاهلي لازم يكون حد شكل النادي الاهلي، شكل النادي الاهلي، اسلوب النادي الاهلي، ومبادئ النادي الاهلي، كل حاجه فيه في النادي الاهلي. بتشوفه لعيبه في النادي الاهلي بتقول هو ده ابن النادي الاهلي، بتشوفه لعيبه بتقول لا بصراحه ده مش هيمشي مع النادي الاهلي. عشان كده الموضوع الصفقات، مش هجيب صفقه تهز الدنيا وخلاص، مش هينفع. احنا عايزين لعيب يموت على النادي، عارف يعني ايه فانيله النادي، عارف يعني ايه جمهور النادي، عارف يعني ايه اسم النادي الكبير في مصر وافريقيا والوطن العربي والعالم كله. النادي الاهلي مش نادي صغير، عشان كده اللعيب اللي بيروح له لازم يبقى شكله. وفكروا فيها كويس هتعرفوا يعني ايه كلامي، وكلامي فيه كلام بين السطور لكن ما ينفعش نقول. احنا هنا كمان في قناه الاهلي لازم نبقى شكل النادي الاهلي، ما ينفعش اي حاجه نرد عليها، ما ينفعش اي حد بيرد او بيتكلم هنرد عليه باسلوبه او هنهاجمه باسلوبه، ما ينفعش خالص. وانتوا عارفين واحنا اتفقنا على كده من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم معاكم هنا في قناه النادي الاهلي. لكن بنرد لو حد فيه اساءه لينا شخصيا، حتى لما كان مع كابتن محمود الخطيب نفسه رئيس النادي الراجل ما كانش بيطلع يتكلم ولا احنا بنتكلم، لكن اي حاجه بتلمس الجمهور او بتلمس الكيان بناكله بناكله. لكن اي حاجه لينا ما فيش اي مشكله خالص، احنا هنا قناه النادي الاهلي تحديدا والنادي الاهلي كله عشان ارضاء جماهيره ويحبب جماهيره فيه والجماهيريه بتاعته تزداد يوم بعد يوم، وده اللي بيحصل الحمد لله. اللي بيحب النادي الاهلي بيحبه بشكل مش طبيعي. وانا جاي يعني حاجه، وانا جاي في الطريق بسمع الراديو سمعت يعني احمد ابراهيم ده موزع موسيقي كبير جدا معروف جدا، حاجه صغيره لكن كانت كبيره جدا. انا عندي الراجل بيتكلم وعاملين معاه انترفيو في الراديو، فبيقول يا جماعه انا عندي حاجه واحده بس بتعوقني عن الشغل، ان يكون في مباراه النادي الاهلي، في مباراه النادي الاهلي ما يبقاش عندي اي ارتباطات، محدش يكلمني حتى لو مين، لو مطرب مين، لو اي حد في الدنيا. انا عندي مباراه النادي الاهلي ببقى قاعد بروح اتفرج في قهوه مع الناس. مش عايز اقول لكم كان بيتكلم بطريقه جميله جدا لفتت نظري ليه، ان لما بيجيب جول النادي الاهلي بيقوم يحضن كل القهوه مش عارف ايه، والناس حب مش طبيعي، قال حب النادي الاهلي مش طبيعي. فالراجل بيساله بيقول له انت بتحب النادي الاهلي عشان بيكسب؟ قال له لا ده مقوله كلها كذب في كذب، احنا بنحب النادي الاهلي عشان هو النادي الاهلي، بنحبه اكتر لما بيخسر، بنحبه اكتر لما بيتعادل، بنحبه اكتر لما بيكون في وقت محتاجنا فيه. عشان كده النادي الاهلي يا جماعه قلت لكم ليه شكل وليه محبين من شكل خاص جدا جدا جدا، ما ينفعش اي حد يدخله، ما ينفعش اي حد يعتب النادي الاهلي. اللي يعتب النادي الاهلي ويمشي منه اعرفوا ان هو مش شكله. عشان كده لازم نتأنى في كل شيء. النادي الاهلي يمتلك لعيبه ولا اروع من كده، يمتلك كل مقومات النجاح، كفايه اسمه بس، كفايه جماهيره الكبيره جدا، كفايه ادارته الواعيه جدا، كفايه كل المحبين النادي الاهلي. عشان كده اطمنوا وحطوا في بطنكم ان شاء الله بطيخه صيفي تماما. كمان لما كنت انا في بتروجيت، كنت ماسك بتروجيت مع كابتن مدار السيد، كان محمد الشناوي كان بيلعب في بتروجيت وكان جاي له عروض احتراف، كان جاي له عقد احتراف كبير جدا، كان النادي موافق الا محمد الشناوي. فانا بساله، انا يعني كنت قريب من اللعيبه، فبساله يا محمد عقد احتراف؟ قال لي يا كابتن انا كل اللي بفكر فيه ان انا ارجع النادي الاهلي، ده حلم حياتي، حلم حياتي ان انا ارجع النادي الاهلي. فبقول لكم وبكرر لكم النادي الاهلي ليه نوعيه معينه من اللاعبين، مش عايز اسمي اللاعبين باسمهم، لكن انا طبعا سايب لكم ان انتوا تعرفوا مين اللعيبه اللي تحب النادي الاهلي قوي، ومين اللعيبه اللي ممكن تيجي النادي الاهلي، ومين اللعيبه اللي ما ينفعش تيجي النادي الاهلي. لازم نصبر، النادي الاهلي ماشي في اطار وفي مكانه الصحيح جدا جدا جدا. النادي الاهلي عارف يعني ايه جماهير محبه وعشره النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي شغالين فيه عارفين يعني ايه اسمه الكبير. عشان كده الموضوع ان شاء الله كله ثقه وكله تفاؤل فيما هو قادم باذن الله.
ارجع لمحمد سعيد وعايزه كمان، وكان بيقول لي انا مش خايف ولا قلقان، لكن لازم كل الناس تعرف ان مباراه حريه الغيني مباراه صعبه جدا، عايزين نشوف صعوبتها من وجهه نظرك يا محمد سعيد. قول لنا انت بقى في الكواليس مع اللعيبه وسافرت مع اللعيبه وسافرت كمان في البطولات الافريقيه، فقول لنا خايف من ايه؟ المباراه بتيجي صعوبتها يا كابتن ميدو من ان المدير الفني لفريق حريه كوناكري مدير فني فرنسي ونفس المدرسه الفرنسيه مع باتريس كارتيروني مدير الفني لفريق النادي الاهلي. لكن الشيء الايجابي من خلال متابعتنا لهذا الفريق، اولا حريه كوناكري يمكن بقاله سنين كتير، يعني بقاله سنين طويله جدا ما جاش لاعب في مصر منذ فتره طويله جدا حوالي 35 سنه، لكن من الاسامي اللي كانت موجوده في القاره الافريقيه ايام ما كان حتى في بطولات كتيره مع اشانتي كوتوكو ومع العديد من الفرق، كانوا ياوندي الكاميروني كان من ابرز الفرق في القاره الافريقيه. هذا الموسم تحديدا من خلال الارقام الرسميه حريه كوناكري لم يخسر سوى مباراه واحده وكانت على ارض الوداد المغربي، وبالتالي هزيمه منطقيه. الميزة الوحيدة في هذه المباراة من خلال إحصائيات ومتابعة لهذا الفريق، النقط السلبية الوحيدة في حرية كوناكري الغيني هي النقط الإيجابية في فريق النادي الأهلي. الظهير الأيسر في فريق حرية كوناكري هو من أضعف اللعيبة في خط الدفاع، وبالتالي أقوى جبهة في فريق النادي الأهلي الجبهة اليمنى اللي بيقودها بالطبع وليد سليمان هيكون لها عامل كبير جدا في هذه المباراة. النقطة الثانية الكرات العرضية، عندهم أطوال قصيرة جدا، يعني أطوال خط الدفاع في فريق حرية كوناكري الغيني مش بالأطوال العالية، فبالتالي النقطة اللي بتميزك في الفترة الأخيرة أداء سليف كوليبالي في تنفيذ الكرات العرضية دي من النقاط الإيجابية. فعلى الرغم من كل هذه النقاط السلبية اللي بتقابلها إيجابيات من فريق النادي الأهلي، لكن رحلة السفر بالنسبة لك هتبقى صعبة، عشان كده مباراة الداخلية اتأجلت. أجواء المباراة في ملعب حرية كوناكري بالتأكيد هتكون أجواء صعبة على فريق النادي الأهلي، رغم أنه هو لاعب في أصعب منها كمان لما كان بيلعب في مباراة تاونشيب في بوتسوانا. لكن الأجواء الأفريقية بسفر فريق النادي الأهلي مبكرا يوم 10 قبل المباراة بأربعة أيام، المعيشة هناك والأجواء، وإن الأهلي هيصطحب كمان طباخ معاه الشيف محمد الدالي، كل الأمور دي ممكن تسهل على فريق النادي الأهلي. يبقى في هذا الموضوع الحسم والموضوع عند لعيبة النادي الأهلي تحديدا، الجهاز الفني إزاي هيقدر يأهل اللعيبة وإزاي اللعيبة من جواها حتى يكون عندها تحدي للفوز بهذه البطولة. سابق لأوانه كمان الحديث على مباراة وفاق سطيف أو الوداد البيضاوي أنك ممكن تقابل أي من الفريقين، هذا الموضوع بعيد تماما عن الحديث في هذه الفترة حتى ما بين لاعبي النادي الأهلي. تحديدا الفترة الحالية لا حديث يعلو سوى فوق هذه المباراة، مباراة حرية كوناكري الغيني سواء الذهاب أو الإياب كابتن ميدو، لأن المسافة أو التوقيت ما بين المباراتين بتتكلم في مسافة أسبوع، هتلعب المباراة يوم الجمعة 14 سبتمبر ثم تعود للقاهرة فجر الأحد، وعندك بعدها بخمس أيام يوم السبت اللي بعديه مباشرة مباراة العودة اللي كمان على ملعب استاد السلام. يعني هذه الجزئية برضو عايز أعرف يا رأيك كابتن ميدو، ملعب السلام شايفه أفضل ولا كان ممكن المباراة تقام في القرية الحربية؟ لأن في جميع الظروف إقامة المباراة في القاهرة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي أفضل بكثير من السفر للإسكندرية وقطع مسافة حوالي 200 كيلومتر. يعني محمد طبعا استاد السلام واستاد القرية الحربية، أنا لعبت طبعا على استادين، استاد القرية الحربية تقيل شوية، ما أعرفش هم عملوا إيه، بقالنا كتير جدا ما سمعناش عن استاد القرية الحربية حاجة، ما نعرفش أرضية الملعب عاملة إزاي، لكن استاد القرية الحربية كان تحت النجيلة رملة فكان الموضوع تقيل جدا. استاد السلام أعتقد اللعيبة ولاعيبة النادي الأهلي تحديدا لعبوا عليه كذا ماتش، المهم ان الموضوع يبقى في قلب القاهره عشان كل الجماهير تلتف حول فريق النادي الاهلي. ونرجع بقى نملى المدرجات بجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتهز اي حد وبتخوف اي حد وبترعب اي منافس. لكن مباراه طبعا زي ما محمد سعيد قال مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه على حريه كوناكري، عشان كده النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي دايما انا بقول لكم ان هم دايما بيكونوا حاسين بالمسؤوليه وحاسين بالمباراه وحاسين باهميتها من عدمها، فاكيد المباراه مهمه جدا، خصوصا ان هم عارفين ان جماهير النادي الاهلي محمد سعيد عارفين ان دي البطوله المحببه وعشقهم، البطوله الافريقيه اللي بتودينا لكاس العالم ايا كان بيكون مكانه فين، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي عند الزمان والمكان دايما وعند حسن ظن جماهيرهم. يا كمان يا محمد عايزين نتكلم يعني عن مباراه منتخب مصر مع النيجر، مباراه ان شاء الله تقام بعد بكره في استاد برج العرب الساعه 8، وشايف اهميتها ايه؟ ممكن برضه تقول لي رايك فيها. هي مباراة صعبة جدا في جميع الأحوال، لأن أولا بفارق النقاط لسه المشوار طويل بالنسبة للمنتخب الوطني، لسه عندك خمس مباريات متتالية، لأنك ما لعبتش غير مباراة واحدة كانت مع تونس في استاد رادس منذ حوالي سنة وشهرين، يعني أقيمت في شهر رمضان الماضي وخسر المنتخب بهدف مقابل لا شيء. لكن الميزة في هذه التصفيات أن الأول والثاني بيتأهلوا
من هذه المجموعة، وبالتالي فرصة التأهل سهلة مش صعبة قوي، لأن كمان منتخب النيجر أو منتخب سوازيلاند مش بالمنتخبات الكبيرة، حتى لو النيجر كانت حققت مفاجأة علينا في 2012، لكن صعوبة هذه المباراة بتأتي من خلال منتخبنا احنا، من خلال المنتخب الوطني. قيادة فنية جديدة مع خافير أجيري لسه بيشوف الحالة الفنية لعدد من اللاعبين، لسه بيتأقلم على الأجواء في الدوري المصري. الراجل حتى في بداية تصريحاته بيتكلم إن ممكن تواجهوا أزمة في خط الهجوم نتيجة إن كل الفراود اللي بيلعبوا في الدوري المصري كلهم معظمهم لعيبة أجانب. ايضا كمان العامل البدني اشتكى من العامل البدني خلال الايام القليله الماضيه من خلال هذا المعسكر المغلق في برج العرب. فبالتالي مؤشرات بتقول لك ان المباراه هتكون صعبه على قياده فنيه جديده، على جهاز فني كله جديد. يمكن ما فيش غير الكابتن احمد ناجي هو الوحيد المتبقي من الجهاز السابق وعنده خبرات كبيره في هذا الملف، في تحديد حارس المرمى في هذه المباراه سواء محمد الشناوي او حتى جنش. لكن بشكل عام وجود هاني رمزي ضمن هذا الجهاز الفني هيساعد أجيري بشكل كبير جدا على قيادته الفنية في بداية مشواره. ومن حسن أو من سوء حظ هذا الجهاز الفني إن المباريات القادمة مباريات متراكمة، بعد كل شهر عندك مباريات متتالية، النيجر ثم سوازيلاند ثم منتخب تونس، فبالتالي عامل الوقت مش هيكون في صالحه وقت ضيق جدا، لكن فرصة التأهل موجودة، فبالتالي هتهدي شوية الضغط على الجهاز الفني. لكن المباراة مباراة صعبة لأن جهاز فني جديد عايز يحقق نتيجة جيدة. كمان المنتخب بالصورة بتاعته الفترة الأخيرة بالأداء الدفاعي بالشكل التكتيكي بتاع المنتخب أكيد الجماهير لسه متعلق في أذهانها هذا الشكل. هل أجيري هيقدر من خلال أول مباراة يقدر يغير هذا الشكل، يقدر يدينا صورة للمنتخب بشكل جديد في بداية التصفيات الأفريقية؟ كل دي تساؤلات كتيرة جدا مش هنقدر نتكلم في معلومات أو تنبؤات أو توقعات للمنتخب إلا من خلال صورة معينة هنشوفها في أداء المنتخب في التسعين دقيقة اللي بنتمنى إن المنتخب في هذه المباراة يحضر عدد كبير جدا من الجماهير، لأن الصورة كمان الجاية في مسألة توزيع التذاكر عدد للأسف قليل جدا ضئيل جدا لا تتعدى حوالي 5000 تذكرة من 42,000 تذكرة تم طرحها في الأسواق منذ أيام قليلة. يا كابتن ميدو يعني اكيد حاجه مش مطمئنه، 5000 تذكره اعتقد ان العدد قليل جدا، لكن لسه ان شاء الله لسه عندنا النهارده عندنا بكره ممكن ان شاء الله الجماهير يعني تقبل على هذه المباراه. لكن انا عايز اقول موضوع جزئيه المدرب، مش عايز اقول مدرب مصر تحديدا، عايز اقول مدرب المنتخبات بصفه عامه. مدرب المنتخب بصفه عامه تجمعات المنتخب بتبقى قليله جدا، فعشان كده عشان يطلع فكره ويفرضه على اللعيب بيبقى صعب جدا، خصوصا اللعيب بيبقى جاي بفكر نادي، اسلوب نادي، تطبيق نادي، خلاص هو متبرمج على لعب نادي. عشان انا اديله فكر جديد واديله طريقه جديده يلعب بيها اعتقد الموضوع بيبقى صعب جدا. عشان كده انا دايما يعني بلتمس العذر لمدربين المنتخبات تحديدا اللي هم بيجمعوا اللعيبه في وقت قليل بينه وبين ماتشات، زي ما قال محمد سعيد كده عندنا كل شهر ماتش او 3 4 ماتشات في اقل من 3 شهور. فالموضوع عندك ارتباطات دوري، ارتباطات افريقيا، اللعيبه هترجع تاني ناديها، انا بجمعهم قبل المباراه باربع خمس ايام، كل اللعيبه المحترفه بتيجي من ناديها، لعيب زي محمد صلاح، زي تريزيجيه، ايا كان، كل واحد جاي بفكره وجاي بطريقه مدربه. فانا هقول له ايه؟ هقول له عشان كده مدرب المنتخب لازم يبقى في حته احترافيه كبيره جدا ان هو يلعب على اللعيب نفسه. مش عارف حضراتكم يعني انا اعرف اوصلها لكم ولا لا، ان انا العب على اللعيب نفسه والعب على امكانياته هو، وقلل انا فكري شويه ان انا اطبقه على اللعيبه مش بالعكس، لان انا مضطر اعمل كده. لو انا هفرض فكري على اللعيب، اللعيبه هيتوه مني زي ما كان قبل كده. مش عايز اتكلم فيه، لكن انا بس افكركم كانوا بيقولوا ان احنا مع كوبر الحاله الدفاعيه بتاعتنا زادت قوي، مع اني كنت شايفها اكتر نقطه ضعف في المنتخب الوطني الحاله الدفاعيه بتاعتنا او الجزئيه الدفاعيه بتاعتنا. من اول الدفاع بيبدا، من اول ما بتفقد الكوره فقدتها من عند مروان محسن، من عند تريزيجيه، من عند محمد صلاح، بتبدا انت بتشوف الحاله الدفاعيه بتاعتك شكلها ايه. لكن الحاله الدفاعيه بالمفهوم الخاطئ اللي احنا فاهمينه اللي هم الاربعه اللي تحت خالص، لا، الحاله الدفاعيه بتبدا من اول ما بتفقد الكوره. بتفقدها فين؟ في اي مكان، يمين شمال، في عمق الملعب، على الاطراف، ايا كان هو فين، بتبدا الحاله الدفاعيه بتاعتك. انا كنت شايف ان هي اضعف حاجه في المنتخب الوطني الحاله الدفاعيه بتاعته، طبعا غير الحاجه الهجوميه اللي ما كانتش موجوده تماما، كانت معدومه. عشان كده لازم انا كمدرب منتخب اهتم بالنواقص اللي انا شايفها في اللعيب، دايما ابص على اللعيب، اطور اللعيب في اليومين ثلاثه، لكن انا اديله فكر جديد ومحتوى جديد وشكل جديد لطريقه لعب، اعتقد ان بقى الموضوع صعب جدا. يعني يا محمد برضو الموضوع طبعا هنبقى نتناقش فيه مع حضراتكم لما يكون في وقت اطول من كده، لكن عشان ما نتاخرش على كابتن شريف الخشاب نجم مصر نجم المحله، اخر نقطه اتكلم فيها محمد سعيد موضوع اللي طرح في الاتحاد او في كواليس الاتحاد المصري خصوصا في لجنه التحكيم، انه استعان او يعني نستعين بحكم دولي ليه خبرات كبيره جدا
ان هو يقود لجنه التحكيم المصريه زي ما تجربه الاتحاد السعودي عملها وشغالين بيها، واعتقد انها ناجحه لغايه دلوقتي. كابتن ميدو، هذا الموضوع بالتاكيد فيه تفاصيل كتيره ممكن تتقال، وعندنا معلومات ممكن تتقال في هذا الموضوع، لان المشاكل مش متعلقه باستقدام طاقم تحكيم او قياده تحكيميه اجنبيه لقياده لجنه الحكام في الفتره القادمه، لا، في مشاكل كبيره. لكن قبل ما نخوض في هذه المشاكل وهذه المعلومات اللي بالتاكيد بتاثر بعد كده على الحكام في ادائهم في المباريات، عندنا دلوقتي حدث مهم جدا محتاجين ان احنا نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، اجتماع وندوه الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي مع اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي لمناقشه اللائحه وسماع رأي الأعضاء وأطروحات الأعضاء في مسألة تقرير مستقبلهم ومصيرهم في الفترة القادمة من خلال لائحة محترمة، يعني عايز أقول لك بتلبي كل طموحات أعضاء النادي الأهلي في جميع المجالات خلال الفترة القادمة. نروح لهذه الصورة وهذه الندوة بشكل خاص وحصري على شاشة قناة النادي الأهلي، ثم نعاود الحديث بعد ذلك عن كل هذه النقاط بعد هذا اللايف المباشر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. إن أنا كنت في بداية طبعا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وكان الأستاذ عمرو فاروق كان يعني المفروض ان هو نائب رئيس النادي برئيس اللجنة. لما عرف ان المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة قال ما ينفعش، لازم يبقى هو رئيس اللجنة. هي دي برضو الحاجات اللي من عظمة النادي. أعضاء مجلس إدارة كمان كانوا مشتركين في اللجنة دي، الأستاذ العمري، الأستاذ الكفراوي، الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ محمد الجرحي، بنيابة عن أعضاء مجلس إدارة، في أربعة من مجلس إدارة كانوا مشتركين. وده برضو شيء عشان في النهاية إحنا بيتعرض الكلام ده كله على مجلس إدارة، ومجلس إدارة بياخد القرار النهائي في هذا الموضوع. برضو معاهم كان في دكتور سعد شلبي، وبرضو أحب إن أنا أتوجه له بالشكر، لأن الراجل قام بدور كبير جدا مع الإدارة التنفيذية، مع الأستاذ محمد فتحي، مع المستشار أسامة أنديل، مع أسامة علاء أنديل، كل الناس اللي هم حطوا إيديهم واشتغلوا بجد في لجنة إعداد اللائحة. لكن عايز ارجع، اسمحوا لي ارجع تاني للمستشار محمود فهمي. فهمي ربنا يديله الصحه، يديله الصحه. بدايه ارتباطه بالنادي الاهلي سنه 43، ربنا يا رب يديله الصحه دايما يا رب. المستشار محمود فهمي الحقيقه يعني كان عضو مجلس اداره سابق، وكان رئيس النادي في فتره انتقاليه، غير طبعا مجلس الدوله، غير حبه وانتمائه للنادي الاهلي بالشكل اللي لما نديله حاجه زي كده يكون حريص جدا جدا، واحنا كنا مؤمنين جدا انه يكون حريص كل الحرص يطلع احسن حاجه ممكن. كمان يمكن هو يمكن رفيق درب مع الراحل العظيم كابتن صالح سليم، هو كان رفيق الدرب بتاعه من فتره زمنيه طويله يعني. كمان عايز اشكر كل المنظمين هذا العمل، إدارة التنفيذية، الشباب، ولاد النادي. الشباب ولاد النادي شفت النهاردة منظومة الحقيقة خلتني أبقى فخور جدا جدا إن أنا واحد من أبناء النادي الأهلي، وفخور جدا جدا بكل الشباب اللي موجود، لأن الشباب ده النهاردة بيشتغلوا الحقيقة يعني في الكشاك اللي اتعملت علشان نتلقى اقتراحات الناس من 10 الصبح لغاية الساعة مثلا 11 بالليل، واقفين على رجليهم حر مش حر، واقفين عشان يأدوا خدمة لناديهم بدون مقابل، محدش فيهم طلب مليم واحد. هو ده يا جماعة، هي دي النادي الأهلي، هم دولة الناس اللي يستحقوا فعلا أو يتقال على في الآخر الأهلي ده عظيم. ليه النادي الأهلي عظيم؟ طبعا زي ما شفتوا في هذه اللحظات الكل متشوق طبعا بالتاكيد لمتابعه هذه الندوه بشكل خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي، فيها تفاصيل كثيره، لان اول اجتماع رسمي واول مقابله رسميه بين مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب باعضاء النادي الاهلي او بالاخص اعضاء الجمعيه العموميه لمناقشه هذه اللائحه ودستور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، قبل باذن الله موعد هذا الاجتماع الغير عادي باذن الله في نهايه هذا الشهر الجاري. كابتن ميدو، احنا كنا بنتكلم عن التحكيم قبل بالتاكيد ما نستقبل ضيفنا في الفقره الحواريه الاولى، لكن عايز اكلمك في عنصر التحكيم، في تفاصيل كتيرة على فكرة. المشكلة مش في قرار حكم بس جوه المباراة، يعني اقول لك على مشاكل كانت بتحصل خلال الفترة الاخيرة. الاختبار البدني للعديد من الحكام اللي بيحكموا في الدور الممتاز، الحكام اللي هم المفروض من العاب القوة او اتحاد العاب القوة اللي بيناقش هذه الاختبارات البدنية لم يكونوا حكام معتمدين من اتحاد العاب القوة، وبالتالي هناك ازمات ادارية او ازمات فنية حتى في اختيارات المسؤولين عن تقنية الاختيارات البدنية او حتى الاختبارات البدنية للحكام.
عندنا الحكم اللي حكم مباراه الاهلي والزمالك الموسم الماضي اللي كانت فيها جدل كبير جدا محمد الحنفي فشل ورصب في الاختبار البدني هذا العام. عدد من الحكام ايضا جهاد جريشه بعد ما عاد من كاس العالم وكان ادى مباراه في كاس العالم وراجع بالتاكيد في حاله بدنيه عاليه كان عنده مشكله مع عصام عبد الفتاح في تنفيذ الاختبارات البدنيه وكان قال له انا المفروض حسب القانون اللوائح انا راجع من كاس عالم ما اخدش اختبارات بدنيه مع باقي الحكام. حتى معسكرات الحكام اللي كانت مقامه في بورسعيد او حتى للتقييم كان فيها مشاكل ما تنفذتش بالشكل المفروض تطبق من خلاله، فبالتالي داخل اللجنه اساسا هناك ازمه ما بين عدد من الحكام مع رئيس اللجنه. افضل حكم مساعد في مصر خلال سنوات طويله ايمن دجيش اجبر على الاعتزال خلال الفتره الاخيره للدفع بعدد من الحكام الصاعدين اللي لسه محتاجين خبرات كبيره عشان يحكموا في الدوري الممتاز. عدد من الحكام اللي لسه راجع من تونس بعدها باقل من 24 ساعه كان بيحكم في الدوري المصري زي احمد الغندور وحتى محمد ابو خاطر، يعني احنا في الاسبوع الخامس ومحمد ابو خاطر دي المباراه السابعه ليه ما بين حكم اضافي او حكم ساحه. اذا المشكله ليس في القرار الفني في مباراه او الصفاره فقط، هناك مشاكل فنيه وتقنيه وبدنيه واداريه بتعكس كل هذه الازمات على الحكام في مبارياتهم. فبالتالي قرار الاستقاله من كابتن عصام عبد الفتاح انا ما بعتبروش قرار رسمي الا لما بيجي يعني خبير اجنبي زي ما ذكرت كابتن ميدو زي ما بيحصل في الدوري السعودي او يرؤس اللجنه جمال الغندور او حتى احمد الشناوي. بخلاف ذلك اي شخص اخر بيدير اللجنه اؤكد لك انه هيكون من خلال اداره عصام عبد الفتاح للجنه الحكام خلال الفتره القادمه. يعني اتمنى محمد سعيدنا تحل موضوع مشكله التحكيم في مصر اللي بنواجهها، يعني بنحاول ان احنا نصلحها كل شويه لكن دايما بتطلع حاجات كده بتعكر صفو التحكيم المصري، ان شاء الله تحل في القريب العاجل. لكن عايز اقول كلمه قبل ما استقبل ضيفي الكريم الكابتن شريف الخشاب نجم مصر ونجم المحله السابق، عايز اتكلم في نقطه ندوه الكابتن خطيب ومجلس ادارته في وضع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. عايز اقول ان الكابتن محمود الخطيب حاطط شعار لي ان هذه اللائحه هي للكل، حق لكل الأهلوية وليس حق لمجلس الإدارة فقط. عشان كده كابتن محمود الخطيب بيدعو كل الأطراف اللي تخيلوها عشان يشاركوا في وضع هذه اللائحة الخاصة جدا بأعظم نادي في الكون من وجهة نظر الأهلوية وأحسن نادي في أفريقيا والعرب وكمان كل الدنيا من وجهة نظرنا إحنا كأهلوية. إن شاء الله تكون اللائحة تشرف وتليق باسم كل أهلاوي في الدنيا كلها. نطلع فاصل عشان نستقبل نجمنا النهارده الكابتن شريف الخشاب نجم مصر ونجم المحله السابق، فاصل واستنونا. الاهلي الليله ولسه مستمرين مع حضراتكم، نورني وشرفني الكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن نادي المحله ونجم مصر ونادي المحله كابتن شريف الخشاب، منور الدنيا. ده نورك يا حبيبي، انا دي سعيد ان انا معاك يا ميدو ومجرد ما عرفت ان انا جاي معاك افتكرت اسرع هدف في الدوري ولسه ما قعدتش على الدكه ولا الكره في الجون. والله كابتن كانت عند ربنا كده، احنا كنا متفقين عاملين كمين على حضرتك بقى مش عارف ونجح الكمين نجح بس الحمد لله تعادلنا في الاخر. كان 2-2 كان ماتش جميل جدا افتكره ماتش الله يرحمه كابتن طاووس الله يرحمه ويحسن. فانا سعيد ان انا معاك وسعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي ويا رب نكون ضيوف خفاف على كل سعاده. طيب وطبعا بتنورنا في مكانك وبيتك كابتن، اكيد الجماهير طبعا بتحبك جدا كلاعب وكمدرب، عملت انجازات من 81 كلاعب وكمان في التدريب جوه مصر بمصر حاجه مشرفه جدا. الله يخليك حبيبي، ما تحرمش، ده التوفيق من عند ربنا واحنا بنجتهد ودايما ربنا بيدي المجتهد فاحنا بنحاول نجتهد بس الاول والتوفيق يجي من عند ربنا يا رب ان شاء الله. طمنا عليك الاول وفينك؟ انا بقالي حوالي 7-8 سنين بسافر يعني خدت سنتين كده مع منتخب تشاد، خدت سنه في الانصار السعودي، خدت سنتين في الباقع الاردني متفرقين، خدت 3 سنين في عمان ورجعت رحت السنه اللي فاتت الاردن تاني. المفروض بعد بكره باذن الله مسافر سلطنه عمان في نادي في دوري عمان تل للمحترفين، بعد للتعاقد يعني بروح اشوف الوضع على الطبيعه ولو يعني ان شاء الله تم التوفيق بوقع العقد وبمسك الفرقه باذن الله. يا رب يبقى وشنا حلو عليك كده وتمسك فرقه وتكسر الدنيا كالعاده. الله يخليك يا حبيبي ما تحرمش مني. يعني طبعا اهم سؤال
الجماهير بقى، احنا بقى كمان احنا فلاحين كمان، احنا فلاحين طبعا معروف المحله والمنصوره، شرف لينا شرف لينا. اكيد الناس لما تعرف كابتن شريف الخشاب معانا اكيد هيسالوا المحله فين والمحله ليه المحله ازاي ورايحين فين بالمحله. المحله يعني بدات مشاكلها سنه 2009 لما كان في الدوري الممتاز وكانت قاب قوسين او ادنى من الهبوط. لو تفتكر كان في منافسه شرسه ما بين المحله والاتصالات وكان على راس الجهاز الفني نادي الاتصالات الكابتن حسام حسن وكان فرقه لازم تهبط بين الاتصالات والمحله. انا فاكر وكان الاتحاد كان عندنا احنا اخر ماتش الاتحاد مظبوط وكان اخر وانا هربت ايوه وقال لك الاتحاد سار انا خدت انذارين وقال لك الاتحاد سار فكان العمليه صعبه. انا رحت مسكت الفرقه في الموسم ده في اخر 7 مباريات وكان بتروجيت متصدر الدوري في الوقت ده واول مباراه كانت ليا مع بتروجيت فكسبنا بتروجيت الحمد لله الامل زاد شويه تعادلنا مع النادي الاهلي في المحله 0-0 وبعد كده تعادلت مع الشرطه. المهم النتائج اتحسنت وقفت على اخر مباراه مع الاتحاد زي ما انت بتقول انا فاكر وكسبنا الاتحاد وقعدنا في الدوري. المشكله بعد كده بقى في بعد الموسم في بدايه الموسم تاني لسه ببتدي بقى ظهر بقى المشاكل الحقيقيه المشاكل اللي هي ودت الفرقه للي هم فيه دلوقتي. المشاكل بدات لما يبقى في فساد لما يبقى في ناس بتشتغل لمصلحتها الشخصيه مش لصالح النادي لصالح العام فبتضطر طبعا انت عايز تستفيد فبتعمل بتجيب لعيب وحش عشان تقدر تستفيد ما بتجيبش لعيب كويس. اللاعب الكويس المحترم لما بتيجي تتفاوض معاه بيقول لك انا عايز كذا وما بيقبلش يدفع. اللاعب النص نص بيقول لك ماشي يدفع ويجي وخلاص وبالتالي بتعمل فرقه اي كلام عشان ناس معينه تستفيد فبدا النظام ده ماشي. انا قدمت استقالتي ساعتها بعد اول مباراه كانت مع النادي الاهلي في القاهره هنا وطلبت من رئيس النادي ساعتها انه ياخد موقف من الشخص دوت وما حدش خد موقف ما خدش موقف بالعكس ده سنده وتاني وسنده بقى 3-4 سنين لحد ما بقت المحله في الوضع اللي هي فيه دي. دي اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لي انا وبالنسبه للعموم وبالنسبه للناس كلها يعني انا كنت متخيل حتى ساعتها كان موجود محافظ الغربيه اللي هو عبد الحميد الشناوي وبعت لي مكتبه وقعدت معاه وحاول سنين عن الاستقاله فاتكلمت معاه بصراحه قلت له الوضع 1 2 3 وبعدين دايما بحب اتكلم بمستندات اكيد فوديته المستندات اديته الشيكات اللي الولد عاملها اديته الوضع بالكامل فهو قال لي يعني انت عندك حق يعني وفي نفس الوقت رئيس مجلس الاداره ما تفهمش كان مسنود ازاي او ايه الوضع من بالنسبه له بالنسبه لوزير الاستثمار كانت حاجه غريبه فعلا ايوه مثيره للشك والجدل فده طبعا اثرت بالسلب. الفرقه نزلت بعد كده انا مشيت الفرقه نزلت درجه ثانيه وبعد كده بدا بقى التدهور دلوقتي. السنه اللي فاتت الفرقه كانت هتهبط للدرجه الثالثه السنه دي هم بداوا الموسم في الدرجه الاولى يعني لعبوا 3 ماتشات كسبوا ماتشين وخسروا ماتش ونتمنى يعني يكون في بارقة أمل كده أو في باب كده مفتوح الناس تصفى النفوس شوية والناس تشتغل للصالح اللي عامل صالح نادي المحلة. نادي المحلة قلعة رياضية أنت عارف أنت جيت وشوفت طبعا أنا عايز أقول مثلا مش عايز أقول لك الشركة في الاستاد بتاع الأولى اللي الناس عارفاه دوت منظر يفرح حواليه 5 6 ملاعب كورة حواليه قلعة رياضية تانية جميع الملاعب ده اللي يجننك حمام سباحة أولمبي يعني قلعة رياضية ده اللي يجنن الإمكانيات أي نادي يتمنى يكون عنده ربع الإمكانيات دي عشان يكون متواجد في الدوري فالواحد بيحزن وفي جمهور بقى عاشق للكرة وعاشق للنادي بتاعه فالمفروض ان انت عشان خاطر اسم غزل المحلة كبير وبعدين انت لو بتعمل اعلان لشركة غزل المحلة هو فريق الكرة الاعلان بتاعك بالزبط. فانت اصرف عليه صح عشان تعمل فرقة صح عشان وكل دقيقة في الدوري الممتاز انت لو تزعلك في الدرجة الاولى ماتش لا انت بتزعلك في الدوري الممتاز الماتشات كلها وبعدين اصل المحلة كمان وضعها غير الاعلانات وغير ان انت لازم بقى في المكان ده محافظه كبيره جدا يا كابتن لازم يبقى ليها ممثل وبعدين ممثل عنده الامكانيات اللي حضرتك بتتكلم فيها واسم كبير والمحله تاريخ المحله طلعت بالزبط. مين يا ميدو طلعت الله يرحمه عماشه السياج الله يرحمهم جميعا عماشه السياج عبد الرحيم خليل السيد عبد الجواد كابتن خرشد حنفي هليل محرز ابو اسماعيل
حمام ده انا بتكلم لك على الجيل بعد كده بقى شو غريب والزفتاوي وصابر عيد وطارق محبوب وحسام عبد جيل اسامي كتير. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا انا لعبت في الاتحاد والاهلي وانبي، كانت اصعب ماتشاتنا المحله في المحله. انا بقول لك يا كان يبقى يوم بقى مش عايز اقول لك. انا بقول لك مره مستر مانول بيهزر معايا قبل مؤتمر الصحفي بيقول لي انا بكره من صعوبة المباراة اجي ماتش المحلة. دي حقيقة. يعني حقيقة. انا كل الدوري عندي ما فيش حساب لعب برشلونة تحوله. الماتش الوحيد وبعدين بيقول لي للاسف انا عايز اسالك سؤال، يعني عايز اعرف يعني انا بس بتفرج عليكم الماتش اللي قبلنا يعني عادي مش انتوا اللي بتلعبونا وبعدين تيجوا تلعبونا لا فرقة تانية خالص وضع تاني بالظبط. هو دايما يعني طبعا احترام المنافس بيبقى عندنا له أهمية كبيرة اكيد اكيد. طب ولما يبقى المنافس النادي الأهلي انت مش محتاج تحفز اللعيبه بالظبط، اللعيبه كلهم مستنيين المباراه وبالتالي بتبدع فيها. انما اسم المحله اسم كبير. طب انتوا فين يا كابتن؟ يعني احنا اجتمعنا كتير. أنا فين الناس الكبيره اللي موجودين دلوقتي ربنا يديكم طول العمر والصحه، ليه ما بتجتمعوش؟ تروحوا المحافظ، تروحوا لاي جهه حصل سياديه. حصل رحت وحصل مش عايز اقول لك مش لوحدك. لا مش هيبقى لوحدك. ما اصل انا كنت انا اللي ساعتها في الفيلد، كنت انا اللي في المشكله، وكنت انا يا اما اقدم استقالتي يا اما انظف. حاولت انظف ما ينفعش، فلما جيت انظف رحت المحافظ ورحت للجهه السياديه او يعني مسؤولين من اللي هم عن الرقابه والكلام ده وقدمت المستندات. ده دوري اكتر من كده ما اقدرش اعمل. وبعدين لما فات سنه واثنين وثلاثه وكان كابتن احمد شوبير متبني الموضوع وكلمني ورحنا قعدنا مع رئيس، عملنا برنامج الاول على الهواء وبعدين رحنا قعدنا مع رئيس شركه قبضه وقعدنا وقلنا له المشاكل واحد اثنين ثلاثه وقعدنا انه يبطر هذا الشخص ولا حاجه حصلت. يعني حاجة حصلت لمده شهرين سافرت انا عمان رجعت لقيت الوضع كما هو. فانا مش عارف الوضع، انما يعني المعلومات اللي عندي ان هم دلوقتي بيحاولوا في اداره جديده. اتمنى ان رئيس مجلس الاداره الجديد والمجلس اللي معاه يكونوا عند حسن الظن بيهم وباذن الله يعملوا حاجه النادي غزل المحله ويتكتفوا. لان انت في انت لما بتيجي تعمل نادي انت عندك نادي بيصرف مليارات عشان يعمل نادي لما يعمل ملعب عشان يجيب ملعب طب انت عندك الامكانيات دي كلها بالزبط. مش ناقص الا التكاتف والاخلاص بالزبط. في العمل بالزبط. بس بالزبط. واحنا خد بالك انا كنت بجيب لما كنت ماسك الفرقه كنت بجيب لعيبه بتاع التعريفه يعني بجيب محسن هنداوي انا فاكره طبعا بجيب محسن هنداوي محمود فتح الله جايب منه من الحاجه والجمعه ربنا يديله الصحه جايبه من مركز شباب الشين بالظبط واخد بالك. فكنا بجيب لعيبه ببلاش وبيبقوا نجوم في المحله حواليك مواهب كتيره. ولما زي بالظبط كده لما تيجي تقول في القاهره وفي مصر اي حد يتمنى يروح فين؟ يروح الاهلي المحله. لما تيجي في المنطقه بتاعتنا كله يتمنى يروح فين؟ في المحله. فانت بتستقطب افضل العناصر وبالتالي سهل انك تعمل تيم كويس بالزبط. وعندك الامكانيات والاستقرار والمعسكر بتاعك والملعب بتاعك جمهور ضخم امكانيات عاليه وبالتالي الديتيلز كلها موجوده عندك. فانت مش محتاج اكتر من انك تخلص النيه وتشتغل لصالح النادي مش لصالح نفسك. بالظبط بالظبط. يعني اتمنى التكاتف الكل زي ما الكابتن شريف بيقول تكاتف الكل من اجل رجوع زعيم الفلاحين اللي كان مرعب لكل الانديه. ان شاء الله يرجع ويرجع بسرعه جدا، عندهم كل الامكانيات اللي تخليهم يرجعوا ان شاء الله. زي ما بيقول الكابتن شريف برضو يتكاتف الجميع من اجل مصلحه المحله والمحله فقط لا غير. يعني تعالى اروح بيك في حته ثانيه قوي وحضرتك معايا وانا عارف ان حضرتك صريح جدا وبتتكلم فعلا من قلبك والمصلحه العامه. انا دايما يا جماعه من النوع اللي دايما بلتمس الاعذار لاي حد خصوصا التحكيم، لكن بعد مش عشان اهلاوي والله العظيم خالص، بعد ما شفت ضربه الجزاء اللي ما احتسبتش مش لاقي ولا اي حاجه غير اقول ان هي حاجه مقصوده بنسبه 100%. انا قلت كده مع نفسي يعني، لكن حضرتك شفتها ازاي؟ حضرتك مش على الاهلي، انا مش عشان في الاهلي بصفه عامه، انا كلنا كنا بنقول لا الشناوي كان يطرد محمد الشناوي وانا مظبوط مظبوط. كلنا كنا بنقول لا كان اكرم توفيق ممكن ياخد. وعجبني جدا ان انا قريت ثاني يوم ان في قرار اداري من اداره الاهلي نفسه ده وهو ده اللي اتعلمناه. ما بهزرش هو ده اتعلمناه ان يعني انا بقول كل الانديه وانا ماسك المحله بقول نتعلم شوفوا
النادي الاهلي ده مدرسه للانديه كلها، حاولوا تعلموا النادي الاهلي قرارات ضد نفسه لما تكون المصلحه بتقتضي ذلك. جميل جدا. فانا عجبني تاني يوم لما رايت ان في قرار ضد الشناوي، لان مكان منظر مش كويس. في نفس الوقت ما عجبنيش طبعا ان يبقى في اخطاء فجه بالطريقه دي. ليه؟ لان يعني زي ما كلنا بشر وبنقول ان الاداري بيغلط والحكم بيغلط واللاعب بيغلط والمدرب بيغلط، كل المنظومه معرضه للغلط. انما المدرب لما بيغلط بيتحاسب بالظبط ولا ايه؟ بالظبط. وبتقول له بالسلامه. بالظبط. اللاعب لما بيغلط بتقعده على الدكه ما تلعبوش. بالظبط. لما تيجي انت بقى الحكم يغلط ولاقيك تاني اسبوع بتحكم يبقى انت بتكافئه. بالظبط. واخد بالك؟ بالزبط. فده اللي ما بيعجبنيش. يمكن انا كنت في احد البرامج امبارح وطالبت من الكابتن عصام، قلت له يا كابتن عصام انت شخصيه محترمه جدا. وطبعا لو اتكلمنا على الشرف والامانه والاخلاق والالتزام نقول الكابتن عصام عبد الفتاح حاجه جميله جدا، بس مش عاجبني ان هو مورط نفسه، وده ممكن ده حب للعبه اكتر من اللازم، ان هو عضو مجلس اداره في نفس الوقت ما ينفعش ابقى في الحالتين. انا عايزك انت تحاسب رئيس لجنه الحكام. وبالتالي اتمنى لو كان سمعنا الكابتن عصام ياخد قرار انه يشيل ايده عن لجنه الحكام كمسؤول ويحط ايده كمشرف، بمعنى انه يجيب مسؤول لرئيس لجنه. بالزبط. اقدر احاسبه. بالزبط. ورئيس لجنه ده يشتغل فير حتى لو بمرتب، واعتقد ان قبل كده كان جمال غندور بيشتغل بمرتب وكان مشاكل. مفيش مشاكل. ويبقى منظومه مستقله عن اتحاد الكوره. والحكام اتمنى ان انا ما ابقاش مدرب وعارف الحكم اللي جاي لي قبلها بيومين. وبعدين ابدا اشوف رئيس النادي ده واشوف عضو مجلس الاداره هنا بيتكلم وهنا بيتكلم، وما انا عايز الحكم ده وانا عايز الحكم ده. وانا المفروض ان الحكم ما تعلنش عنه الا وهو داخل عليك اوضه اللبس كده في المباراه. الحاجه الثانيه لما يخطا الحكم ما تعلنش انه اخطا ليا، بس انا عايز اشوف انه تم محاسبته، بمعنى ان الحكم لما يجي يغلط في خطا واضح بنسبه 100% زي اللي احنا شايفينه كله ده لازم تعاقبه اقل عقاب له، انه على الاقل يقعد اسبوعين ما حكمش او ينزل الدرجه الاولى يحكم تحت لمده اسبوعين اذا كنت عايز تحافظ على اللياقه البدنيه بتاعته. انما تيجي الحكم يخطا حتى لو شفته ورا الجون حكم خامس غير مقبول. غير مقبول. لازم على الاقل النادي اللي انضر دوت يحس ان في حد بيجيب له حقه ولو بالاجراءات الاداريه. ان صعب ان احنا هنقول ان ان هيجي الحكم هيعدلنا يحسب لنا ضربه الجزاء تاني او يقول لك الجون اللي اتلغى او. انما انا لما اكون اتظلمت وبعدين اسبوع الاقي الحكم اللي ظلمني ده في الملعب بيحكم بيزيد عندي، وخصوصا عند الجمهور الشحن، وبيزيد عني الغيره وهنا الشغب ممكن يتولد نتيجه حاجات زي دي. اكيد. انما انت لما تغلط عندك حد، زي ما انا بقى حاسب اللي عندي، حاسب اللي عندك. طيب اخد الكابتن ده السيد نجم مصر ونجم الاهلي طبعا. حبيبي. كابتن ده اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا ميدو، اخبارك ايه؟ والله العظيم وحشني بجد. وانت كمان. وازيك يا شريف؟ حبيبي يا كابتن ضيا، وحشني. ازيك وازي صحتك؟ ربنا يخليك حبيبي. وبستمتع بيك في تحليلاتك، ونفسي بقى يعني تيجي هنا معايا كده ونقعد نحلل كده الماتشات ونقعد نتكلم بقى بروقان. بروقان. هو رايق قوي، والكلمه بتطلع بالتزام قوي قوي قوي. يعني هو من كتر اللي كان حاسس بيه ماتش الاهلي والانتاج، انا حاسس ان هو ما علقش كتير. يعني انا عايز اكلمك في كذا حاجه. عايز نبدا من التحكيم وشيل تحكيمه كابتن ضياء، وايه رايك فيها؟ وفعلا ضربه الجزاء انا مش عايز اسيبها تعدي هباء كده، لان انا حاسس ان مفيش فيها اي وجهه او اي حاجه ان انا اعذر الحكم الخامس فيها خالص. والله انا اتكلمت فيها يعني، وصلت للناس بقت بيقولوا لي انت خلصت على الحكام. قلت لهم احنا بحلل الموقف يعني. وكتف باحدى البرامج مناقشه مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف، فحللنا فوصلت بيه ان هو اللي اعترف وقال لا ده في اهمال وفي عدم تركيز. فانا يعني انا مشيت واحده واحده معاه، بحس انه بعيد عن الحكام كبني ادمين عاديين اهلا بيهم وعلى دماغنا من فوق. احنا بنتكلم في التحكيم. مشيت معاه في كل الحاجات اللي بتتقال انها عمليه تقديريه، او القانون بيقول في الحته دي كذا، او انه طبعا ما فيش تعمد. فوصلت بيه في الاخر ان هو قال لي لا، اهمال وعدم تركيز. فاهمال وعدم تركيز
بالنسبه لما يتصل بيها حكم يبقى انا بشوف ان الحكم غير قادر انه يدير مباراه، سواء خامس سواء لازمان سواء حكم صفار. يعني يعني احنا مشينا واحده واحده خصوصا المباريات الكبيره، يعني بالظبط المباريات الصغيره يعني بالظبط عايزين لا صغير يتظلم ولا كبير يتظلم. هو كان اسبوع كارثه، اسبوع خامس تحديدا كان اسبوع فيه غلطات يعني كبيره جدا بشكل مزعج، تحتاج الى نظره مش من رئيس لجنه الحكام. يعني هو عصام متصدر للحكام، المنظومه محتاجه من الاتحاد انه يعمل تطوير بشكل جدي، تطوير والتطوير بيتصرف عليه فلوس والفلوس موجوده الحمد لله والرعاه موجوده. فانا بشوف انه التحكيم محتاج ده، محتاج تطوير بشكل كبير جدا للحكم في حاجات كثيره جدا في مواقف، خصوصا ان ده كمان زاد مع وجود الجمهور. بالظبط، فاحنا مش عايزين ده يتكرر لا فرقه صغيره ولا الفرقه كده. اكيد يا كابتن، كل الناس عايزه تاخد حقها. اكيد يا كابتن، انا كنت اسالك ايه الحلول وحضرتك قلتها، يعني الاتحاد فيه كل حاجه ان هو يصحح منظومه التحكيم. العالم كله بيسعى انه ازاي يطور عشان تكون في عداله تحكيميه. بالظبط، واخرها حاجه دخل البار. بالظبط، دخلها ازاي؟ دخلها بدخلها ظروف كاس العالم اوروبا السعوديه طبقوها كمان يا كابتن، ونشوفها في معظم انديه العالم دلوقتي. اوروبا حتى انجلترا اللي هي كانت بتعاني هتدخلها من بدايه من الدور الثاني. يعني انت واخد بالك؟ عايز اقول انه الكل بيسعى لده لانه عارفين انه لما العدل يبقى موجود في ساحات كره القدم الامور هتستقيم وتمشي بشكل كويس. طب حضرتك كابتن، كان اتطرح في اتحاد الكوره ان يبقى في حد عنده خبرات، ممكن ما يكونش مصري، ممكن يكون اجنبي ايا كان جنسيته ايه، عنده خبرات تحكيميه كبيره جدا زي التجربه اللي بياخدها دلوقتي الاتحاد السعودي، ان هو جاب مسؤول انجليزي او حكم انجليزي عنده خبرات كبيره جدا، ودلوقتي هو المشرف على المنظومه التحكيميه في السعوديه، بيقولوا ان هو عامل حاجات كويسه جدا، ليه ما نعملش كده؟ طبعا هو عامل مع وجود الامكانيات ومدخلين البار كالتنج بيرج جانب اللي عايز، ما فيش عيب ان انا اجيب خبير اجنبي، ما انا جايب مدرب اجنبي من المنتخب. بالظبط، يعني وانا بستعين بيه عشان كده، عشان تبقى في تطور وفي حاجه احدث يعني. فانا مش شايف ان فيها اي عيب. كابتن، يعني نطلع من بره التحكيم ده شويه، منتخب مصر والنيجر بعد بكره ان شاء الله مباراه، شايفها ازاي؟ شايفها على الورق مباراة سهلة طبعا، لكن دايما المباراة صعوبتها وسهولتها الأحداث اللي بتبقى حوالين المباراة اللي قبل وأثناء المباراة. الأحداث إنه مدرب جديد بجهاز جديد كامل، اشتغل فترة قليلة جدا، أربع أيام تقريبا، جاي مضغوط بشكل كبير جدا من فترة قبل كده بانتقادات فنية لوقت كوبا، لما ضغطه بشكل كبير جدا، الناس ماشية ضغط عليه في اتجاه واحد، وكان انتقادات عليه هو كمان. يعني بغض النظر عن انتقاداته يجي او ما يجيش، بعيد عن الفنيات، بعيد عن الفنيات اكيد. بالظبط بالظبط، لكن انا بتكلم على الناحية الفنية، انه مضغوط، انه احنا الناس عايزة اعلاميا وجمهور كله بيضغط انه احنا عايزين نشوف شكل هجومي. تمام، فهو مضغوط من الناحيه دي بشكل كبير جدا، في نفس الوقت ما اشتغلش فتره كبيره عشان يدي الناس، يعني كل الحاجات اللي انا بشوفها انه في المعسكر ده هتبقى حاجات معظمها نظري والقليل القليل لانه ما اشتغلش كتير اربع ايام. فهو فيها ضغط يعني. عشان كده انا بقول لك المباراه على الورق انك تلعب النايجر وبعديها سوازيلاند، لا مباراه اقل منك بكتير كمنتخب مصر، لكن كل الاحداث دي ممكن تاثر مع تغيير بعض اللعيبه، مع التصدير انه بنزل بالاعمار، التصدير ان انا جاي هدفي ان انا انزل بالاعمار، وهو طبعا عملها من اول مباراه، حتى لو اللعيبه الصغيره دي مش هتبتدي لكن هي موجوده تكتسب خبرات. فكل الحاجات دي حول المباراه ان شاء الله ربنا يسهل وتطلع بشكل كويس. كابتن ده، يعني من خبرتك الكبيره جدا في كره القدم تحديدا، شايف مدرب المنتخب يلعب على فكره هو ولا يلعب على امكانيات لاعبته، خصوصا ان هو بيتولى مسؤوليه المنتخب في فتره قليله او
بيجمع المنتخبات دايما او المنتخب اللي بيمسكه فتره قليله 4 أيام 5 أيام بكتير قوي اسبوع، هل يلعب على امكانيات لاعبته ولا يلعب على فكره هو وطريقته هو وعايز يطور ازاي؟ هو المدرب، اي مدرب لازم يلعب على فكره هو، حتى في المنتخبات يا كابتن؟ ما انا هقول لك اتفضل. لا حتى في المنتخبات طبعا. مساله الوقت طبعا هو هيبقى معذور فيها لحد، لكن هو بيعتمد بشكل كبير جدا على النوعيه اللي بيختارها. بالظبط. النوعيه دي بتلعب ازاي في النادي بتاعها؟ مدى تطورها تكتيكيا لعيب الاهلي ولاعيب الزمالك ولاعيب ليفربول ولاعيب تركيا ولاعيب امريكا ولعيبه كل ده موجود. بالظبط. فهو هيعتمد بجزء كبير جدا على مدى تطور اللعيبه دي مع البيئه بشكل كبير جدا. لكن هو لازم يعتمد على 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 فكره. ولازم يوصل للعيبه هو عايز ايه. واعتقد مع 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 الشغل والتطور اللي اللعيبه في انديتها معظمهم محترف دلوقتي، اعتقد انه هيبقى سهل جدا انهم ينفذوا بشكل كبير. يعني يا كابتن انا نفسي اتكلم معاك كتير جدا، نفسي بقى تيجي هنا حلقه نقعد نتكلم فيها بشكل مطول كده عن الكره المصريه عموما وكل المشاكل اللي فيها وكل الايجابيات والسلبيات. ان شاء الله استناك قريب جدا كابتن ضياء السيد. ده انت تنورنا يا كابتن وبيتك طبعا. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا جدا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا حبيبي. شكرا. وانا بحب اتكلم معاه بصراحه يعني، بس مش عايز اطول عليك كابتن شريف. هو شخصيه جميله. جميل قوي بيتكلم يعني بفهم قوي وواعي قوي زي حضرتك كده بالظبط. الله يخليك. اخر حاجه اسالها لك في جزئيه التحكيم، لما اقول ضربه الجزاء الحكم الخامس ما شافهاش، يعني التمس له العذر في اي حته؟ لا، ما انت لو شفنا ضربه الجزاء والحكم الخامس افضل واحد يشوفه هو الحكم. وابراهيم نور الدين كان رايح ابراهيم نور الدين كان رايح الصفر. يعني ايه؟ يعني قدامنا يعني بص ده مواجهه على الشاشه الكبيره هي لو عايز مواجهه بص يعني خطوه فرق بينه وبين الحكم الخامس. مش دي اللي هتبين زاويه ابراهيم يا برجاوي؟ اهو دي بص أيوة بص مزبوط. ابراهيم نور الدين اهو رايح بص رايح حاطط صفاره في بقه رايح يصفر ورايح، بس التاني ما ادالوش رجع تاني قام راجع بظهره. طب ده قرار حكم ولا قرار حكم مساعد؟ ما انا عايز اقول للاسف الحكم الخامس وزاويه الرؤيه كانت يعني انا لو جبت لابراهيم نور الدين عذر واحد من عشرة، واحد على عشرة عذر، اللي هو الحكم قال له مش ما فيهاش حاجه. انما ما اديش للحكم الخامس عذر ابدا خالص، ده واضحه وضوح الشمس. الحكم ده في ماتش من الماتشات كان برضو بيحكم لي ماتش اللعيب شال الكره بايديه الاثنين كده واخد بالك، اللي هو محمد ابو خاطر وقام سايبها بتاعه بعد الماتش قال لك انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اغير رايي قراري. يعني واضحه وضوح الشمس، وللاسف هو يظهر معلش اللعيب الحكم اللي ممارسش مش زي اللي مارس. بس يا كابتن ده دي حكم مصارعه حره، يعني لو حكم مصارعه روماني بص شد لا ايد اللاعب اللي بيشد فين؟ ناحيته. يعني ده ماسك اقول لعيب من الفانيلا بيشده منين؟ بيشده من ناحيته بالظبط، يعني مش من ناحيه ابراهيم نور الدين، من ناحيتك انت، فانت شايفها وباينه زي الشمس. انت زي ما انا عايز يعني اقول لحضرتك ايه العذر؟ ان هو مش لازم يبقى حاجه لا ما عندوش عذر خالص. ده لو واحد في المدرج واول مره تقول له تعالى حكم هيحسب دي، انما عايز اقول نهائي كاس العالم كان ممكن ما تاخدوش فرنسا لو ما فيش الفار. انا معاك مش كده ولا ايه؟ انا معاك. ولما لو البلن ما اتحسبش والحكم راح وشاف وبتاع، دي التكنولوجيا بس حاجات فيها شك. حاجات فيها شك. ورغم ذلك التكنولوجيا صلحت. بالظبط. طب انا هنا هقول ان الحكم الخامس ما شافهاش، مش ما شافهاش، شافها انما فنيا هو مش قادر يدي القرار انه بلن ولا لا، عشان هو فنيا مش بالمستوى العالي. طب انت عشان تدي القرار الصح لازم تدخل التكنولوجيا، هات الفار وشوف ابراهيم نور الدين يشوفها ولا لا. وبعدين هنا بقى نقول لابراهيم نور الدين ان انت صاحب الصفاره، حتى لو ده اخطا وانت شايفه واخد قرار، روح واخد قراره بصفر، روح ما ترجعش. بالظبط. بس قرب التاني خلاه يشك في نفسه. فانا عايز اقول عشان نقفل حته الحكام دي، اخطاء كتير والاخطاء ما يصحش، وعنصر اساسي مش عيب ان احنا نصرف عليه كويس، لان نجاح الدوري ونجاح المسابقه بيتوقف بالمقام الاول على الحكام. بالظبط. فانا مش عيب ان انا اصرف على لجنه التحكيم واعمل لهم كورسات، اعمل لهم اجيب لهم مدرب، اجيب لهم محاضر كبير واطور، لان يعني في اخطاء زي ما انت بتقول كده ميدو ايه يعني ايه فيها شك زي بتاع كاس العالم كده،
انما في خطا واضح ما كرفش على التسلل، مع ان التسلل برضه يعني برضه شايف، لكن هقول مثلا ده خطا واضح بنشوفها في الدوريات الانجليزيه. ده مباراه واحده، انت بتتكلم على مباراه واحده يعني عديها يا كابتن شريف تسلل. يعني انت تعرف ان خطا حكم ممكن تقعد مدرب وتمشي مدرب؟ طبعا عارف ان خطا حكم ممكن تدي البطوله من نادي لنادي. طبعا فمش عيب ان احنا بجمله المصاريف ونصرف على لجنه الحكام كويس ونجهز الحكام فنيا كويس، لانه واضح الاخطاء محتاجه شغل كتير قوي، او المايند او المخ بتاع الحكام يوسع شويه بالنسبه للرؤيه وفهمهم للتحكيم يكون اكتر من كده، ويكون فيه جرأه شويه ما تبقاش كل يعني انا حاسس ان ضربه الجزاء دي بالنسبه له مشكله. لو حسب ضربه الجزاء في حكام بتحسب بالاربع ضربات جزاء في مباراه واحده، في مباراه واحده ممكن يحسب اربع ضربات جزاء. انت بتحسب ضربه جزاء وتفضل تأنب نفسك طول الماتش اكنك اجرمت بالظبط، ويفضل يجامل في الفرقه الثانيه. وبعدين شفت انا ماتش تاني بدون ذكر اسامي حكم مثلا اخطا، اما عالج خطأه بخطا تاني بالظبط واخد بالك. فالعمليه محتاجه ضبط وربط اكتر. كابتن عصام معذور مضغوط زياده عن اللزوم، وهو عشان حكم حاطط على الكاهل بتاعه انه يدافع دايما عن الحكام وبتاعه وان هو مسؤول عنهم، انما انا عايز الدفاع يكون بالانتاج، يكون بتحسين المستوى، يكون بالاداء الجيد، وطول ما انت بتشتغل هيبقى فيه نقد، بس احنا عايزين الاخطاء تقل. مش هتتكلم عن مباراه الزمالك والنجوم، لا احنا بنتكلم عادي، خلي بالك عادي برضه اخطاء تحكيميه برضه تودي في داهيه، بيصلح الخطا بخطا بالظبط. ضربه جزاء ما كانتش ضربه جزاء، بعد كده ضربه جزاء ما يعني ضربتين جزاء يعني انت تعرف لما تيجي تجيب بقى محاضر دار واحنا في دراسات دوليه كده يقول لك ايه هنا اخطا ادي خطا، طب هنا حسن اخطا خطا تاني عشان يعالج الخطا الاولاني. يعني عايز اقول لك حاجه يا كابتن شريف، مع احترامي طبعا الكبير لكلام حضرتك، انت عارف انا بتكلم مع حضرتك وبحب اتكلم معاك ومقتنع جدا بوجهه نظرك، لكن في اخطاء وفي سذاجه في التحكيم، ان انا ورطت هم يعني كابتن عصام عبد الفتاح الناس دي في يعني مش هقول للناس مش هجمع، بس اللي بيعمل اخطاء دي بيورطك، يعني اخطاء اساسا مش محتمله الصواب والغلط. انا ما بتكلمش على الاهلي او الزمالك، بتكلم في العموم. يعني انا قاعد بتكلم ما ينفعش ان انا اعمل خطا، يعني ما ينفعش يطلع خالص مني، انا بورط الناس اللي معايا، لكن في حاجه بتطلع ان انا مثلا اغلط في حرف، اغلط مش عارف في اسم، اقول اسم مثلا افريقي غلط، الكلام ده مقبول ومتاح، لكن انا اقول حاجه صعبه جدا جدا ان انا اقولها بشكل مبالغ فيه، انا كده بورط المسؤولين مش بورط نفسي. مزبوط. فلازم ان انا لا انا عندي حاجه زي كده ما فيهاش اي يعني ما فيهاش اي عذر يا كابتن شريف. ضربه جزاء انا ما اعترضتش على الاوفسايد، مع انه اوفسايد ما برضه ما يتحسبش، لكن ضربه الجزاء لا ده واضح وضوح الشمس. بقول انا عايز اقول لك حاجه، انا طبعا ما كنتش قاعد جنب الكابتن عصام مع فتحه وبتفرج على الماتش، انما انا هوصف لك تخيلي انا ان الكابتن عصام طبعا بيتمنى الحكام كلهم يطلعوا اكيد اول. انا عايز اقول لك انه ممكن يكون خبط على دماغه لما ده ما اتحسبش. اكيد يا كابتن. ليه؟ ورطه ورطتني انت ازاي دي ما حسبتهاش؟ هرد على الناس بعد كده ازاي؟ فانت يعني الله يكون في عونه، لان هو في كل حكم شوف بكم مباراه في الاسبوع، كل حكم بيحكم بيبقى ماسك ايده بقلبه عايز الناس كلها تطلع كويس، فاي خطا بيتصب عنده هو. بالظبط. فالله يكون في عونه، وهي محتاجه شغل اكتر، محتاجه صرف اكتر، محتاجه اهتمام اكتر بالحكام عشان الجوده تعلى شويه. اكيد يعني انا اتمنى ان منظومه التحكيم ترجع بسرعه تانية، واتمنى كمان يعني اللي يشوف هو مش في فرقه ميدو بتاخد الدوري ببونت. ايوه انت ضيعت 2 بونت من الفرقه. ما ده وفرقه منافسه كمان. فرقه كبيره، فرقه لها جمهور، ما جمهور عايز فرقته طبعا دايما كسبانه، لكن كسبانه بفعل فاعل او خسرانه بفعل فاعل، احنا ما بنرضاش كده خالص. كابتن محمد ابو خاطر اللي يشوفه هو مركز مع ازارو ومدافع ومدافع الانتاج، يعني لو مركز في ثانويه عامه مش هركز كده. انا لازم كان ده خطوه يحسن. يا جماعه انا مش فاهم يعني امسكه سبحان الله خطوه ده خطوه بيني لا انا امسكه متلبس خلي ان انا وانت قاعدين على الترابيزه دي وانت بتعمل خطا قدام كده انا شايفك اهو. يعني يا كابتن خلينا نخرج من موضوع التحكيم، وبنتمنى ان شاء الله التحكيم يرجع احسن واحسن من دلوقتي. منتخب مصر والنيجر، ومنتخب مصر مع كوبر مش عايز اتكلم فيه خلاص، كانوا بيقولوا ان احنا اتطورنا دفاعيا، لكن انا اسوأ حاجه شفتها في منتخب مصر الحاله الدفاعيه، لان الاجوان كل الاجوان اللي دخلت مننا اخطاء دفاعيه ساذجه جدا. لكن مع اجيري ومعاه سلجادو نجم كبير جدا، ومعاه هاني رمزي نجم كبير جدا، متفائل ولا شايف منتخب مصر يبقى شكله ازاي؟ انا عايز اقول لك يعني انت سالت ضيا سؤال اللي هو المدرب
هيفرض والله فكره. والله كنت اساله لك بس ماشي. فكره ولا اللعيبه والقماشه اللي معاه هي اللي انا مؤمن ان هو يشتغل على اللعيب. انا مؤمن. فانا عايز اقول لك ان ذكاء المدرب دايما ان انت بتجيب حته القماشه هي طويله قدامك كده، انت بتطلعها بدله وجاكيته، بدله وجاكيت وزديري بالظبط، انت بتطلعها انت بتفصلها، ممكن تطلعها شورت وابوظ الباقي وابوظ الباقي، هضرت القماش كله بالظبط. فالمدرب الذكي زي ما ضيا قال كده انه بيحاول يحط الفكر بتاعه دي نمرة واحد بما لا يتعارض مع امكانيات القماشه اللي معايا بالظبط. فانا بوظف القماشه اللي معايا دي للفكر اللي انا عايزه، ببدا اختار الاختيارات. يعني ممكن انا اسيب لعيب، الناس كلها تقول لك ازاي تسيب ده، لان ده مش هيكلم مش هيركب في القماشه بتاعتي في طريقه اللعب اللي انا عايزها، واخد لعيب تاني يمكن اقل فنيا شويه بس ده هو ده اللي هيوظفه في طريقه اللعب اللي انا عايزها او في الشكل اللي انا عايزه. طب يا كابتن المده مده التجمع دي بتخلي المدرب يفرض فكره؟ لا ما الحقش طبعا، لا يمكن، ده اللي بتكلم فيه. لا لا هو حظه حلو في ايه اجري انه هيبتدي بالنيجر، بس اوعى حد يفتكر النيجر هتيجي سهله. لا طبعا، لان احنا ما بن فصول البرده بتاع منتخب مصر دايما مع الفرق الضعيفه بالظبط، احنا كنا هنخرج من الكونغو بالظبط مش كده ولا ايه؟ النيجر دي كسبانه في النيجر قبل كده، كنت انا ماسك منتخب تشاد وكان مصر بتلعب النيجر في النيجر وخسرنا 1-0، افتكر لما عبد الشافي قال شكوره والراجل راح جاب جون وطلعنا خسرانين 1-0 بالظبط. والنيجر في ملعبهم على فكره مش سهلين، صعبين لان ملعبهم صعب شويه، رحت لعبت فيه تعادلت 1-1 لما كنت ماسك منتخب تشاد. فالنيجر سهل لما تجيب جون وتغطيه. فاهم قصدي؟ تمام، الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. وتغطيه بقى سهل، اعمل اللي انت عايزه، فهو حظه حلو ان بادئ بفرقه سهله وبالتالي يقدر يشوف لعيبته بالشكل كويس، لان هو اكيد لسه شاف كل اللعيب. خد بالك فين؟ في كاس العالم. وفات فترة وبعدين شاف كل اللعيب اللي اختارهم فين في مباريات الدوري، لسه ما شافهمش مع بعض، فهيبدأ يركب التركيبة بمساعدة الجهاز اللي معاه ويبدأ يشوف. فبتبقى درجة السهولة هنا في انه بيبتدي بمنتخب سهل. المفروض ان هو يزود في الفترة الجاية من المعسكرات شوية، ودي صعبة جدا بسبب ظروف الدوري وضيق الوقت. انما هو اكيد عارف ان طموح الشعب والجمهور المصري عالي جدا بسبب وجود عناصر، منهم واحد من ضمن افضل 3 لعيبه مرشحين في العالم. فلما بيبقى عندك لعيبه بالمواصفات دي لازم الطموح يزيد. الناس دلوقتي طموحها مش ان هي كان الاول نقول يا رب بس ناخد كاس الامم. احنا دلوقتي بنقول عايزين كاس الامم ولازم نكون في كاس العالم. وبالتالي هو محتاج يشتغل شويه ومحتاج الناس تصبر عليه شويه، لان زي ما انت قلت كده مده غير كافيه ان نحكم عليه او ان هو يقدر يعرف لعيبته او يفرض الاسلوب اللي هو عايزه. فبالتالي محتاج وقت كبير جدا، محتاج على الاقل حتى لو اجمعهم كل اسبوع كل 10 ايام يوم يومين اجمعهم واتعرف عليهم اكتر اقرب منهم اكتر، عشان خد بالك اذا كان حد فاكر ان وصلنا الامم افريقيا سهل، لا صعب، رغم ان هي بقت فرقتين بيوصلوا، انما انت معاك تونس وتونس كسباك الماتش الاولاني بالظبط، فمحتاج بالزبط. شغل كتير جدا تمام، معاه عناصر كويسه هتخدمه باذن الله، بس هو عايز شويه وقت. يعني انا عندي اسئله كتيره جدا والوقت بتاعنا يعني قرب على الانتهاء، عايز اسالك بسرعه كده ونبقى اجابات على السريع. فوجئت بعدم انضمام احمد فتحي المنتخب؟ طبعا فوجئت، بس هو انا يعني حطيت احتمالين، هل هو حاطط معيار السن مقياس وده يبقى خطا كبير جدا بالظبط. ليه؟ لان انا شفت انه استبعد عبد الشافي واستبعد احمد فتحي. احمد فتحي كان بيلعب باك يمين وباك شمال وديفندر لعيب بيلعب مساك كمان، لعيب ما شاء الله ب 50 رئه ربنا يحميه يا رب. فهو قد يكون تعرف المدرب جاي جديد مشوش لسه، فبيسمع من هنا وبيسمع من هنا وبيسمع من هنا، لسه ما شافش كويس. انما لعيب بحجم احمد فتحي يعني من الصعب ان تضحك بيه بسهوله. اعتقد ان اختيارات المنتخب مش اختيارات اجير. لا طبعا بالزبط. هو لسه خد بالك هو لسه ما يعرفش الاسامي. هو فاكر هو يمكن اللي مساعده شويه ان هو اتفرج على مصر في كاس العالم، وساعتها ما كانش هو ماسك المنتخب فكان بيتفرج بدون تركيز. اعتقد ان هو بدا يجيب الشرايط تاني ويعيد يتفرج عليها. انما المفروض الجهاز المعاون والناس الموجودين معاه عارفين بالظبط ايه قيمه اللاعب الفلاني وايه قيمه ديت، فلازم كانوا ينبهوه يقولوا له لا بتاع، بس هو لسه ما شافش امكانيات كويسه مش واضحه قدامه، وممكن هو اللي يجي بعد كده اذا كان حد قال له لا بلاش احمد فتحي، هو اللي يجي بعد كده يقول لك لا انا عايز احمد فتحي. تمام، لما يجرب ويشوف. تمام،
خروج ميسي من قائمة سلاسل أفضل لاعبين في العالم كان مفاجأة بالنسبة لك؟ والله أنا يعني كنت متوقع أن ميسي على الأقل يكون مع مودريتش ومع كريستيانو. إنما دخول صلاح يعني أنا كنت طبعا بتمنى أن يكون صلاح موجود. فوجود صلاح ديت مفاجأة كبيرة لي، وقلت يعني ده يعني صلاح هو داخل التاريخ، بس هو كده داخل التاريخ من أوسع أبوابه. المفاجأة أن في عدم وجود مين؟ ميسي. فأنت دلوقتي لما نحط مقارنة نقول إحنا عندنا لعيب بحجم محمد صلاح محطوط من ضمن الثلاثة ومش موجود ميسي، دي بتعلي من قيمة صلاح كتير. تمام، أكيد. لكن كانت مفاجأة خروج ميسي. طبعا مفاجأة. وإن كان يعني ظهور ميسي في كأس العالم ما كانش بالشكل المطلوب، هي دي سبب من الأسباب. يعني آخر سؤال يا كابتن شريف، الأهلي قادر على الحصول على البطولة الأفريقية ولا خايف من حاجة؟ أنا تعودت إن النادي الأهلي ما بيخافش، وتعود إن النادي البطل بيخش أي بطولة عشان ياخدها. أنا عندي ثقة كبيرة جدا إن النادي الأهلي ياخد بطولة أفريقيا، ومع الوقت هيكون المدرب الموجود كمان زي ما كنا بنتكلم على أجير بنفس المدرب الموجود، هيبقى عارف اللعبة أكتر، هيقدر يحفظ أكتر، يبدأ طريقة أسلوبه يفرضه بشكل أفضل، ويبدأ انسجام النادي الأهلي يبان. إنما النادي الأهلي تحت أي ظروف أنا بقول لك قادر بإذن الله أن ياخد بطولة أفريقيا، والنادي الأهلي معودنا على كده، ومش بس كده، وإن شاء الله يكون في كأس العالم بإذن الله. يا رب، شرفتنا ونورتنا كابتن. الله يخليك. الوقت عدى معاك بسرعة جدا حبيبي، ده أنا سعيد إن أنا كنت موجود معاكم. شكرا يا حبيبي، تحياتي ليك ولكل أسرة البرنامج. نور شرف، ربنا يخليك يا رب. دي كانت فقرتنا مع النجم شريف الخشاب، نجم مصر ونجم نادي المحلة وزعيم الفلاحين السابق. إن شاء الله نادي المحلة يرجع بسرعة تاني زي ما أتمنى الكابتن شريف الخشاب. دي كانت فقرتي وانتهت معاكم، دايما بتشرف بيكم ودايما وقتي بيخلص معاكم بسرعة. نروح بقى لمحمد سعيد عشان يناقش معاكم لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وإن شاء الله تليق باسم النادي الأهلي الكبير في كل مكان وزمان. تفضل يا محمد. شكرا ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك، وشكرا ليك، وشكرا للكابتن شريف الخشاب. الشكر موصول لي بالتاكيد بعد هذا الحوار الشيق المتعلق بالنادي الاهلي والمنتخب والفتره القادمه بالنسبه لكره القدم المصريه وكره القدم في النادي الاهلي، سواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى الافريقي. بالطبع خلال الفتره القادمه الكل بينتظر وبيتابع بشكل كبير جدا موضوع لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي، وكما تابعتم في بدايه هذه الحلقه ندوه الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي مع اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي لمتابعه لائحه النظام الاساسي والاطروحات اللي ممكن تخرج من اعضاء النادي الاهلي في هذا الملف، اللي خلال الفتره الاخيره كان في حوار مجتمعي بشكل كبير جدا، قدر كل عضو داخل النادي الاهلي يقدم مقترحاته على هذه اللائحه، ناقش لائحه النادي الاهلي بشكل ايجابي، شايف مستقبل النادي الاهلي ازاي. وده مش في طائفه واحده بنتكلم فيه على المستوى الرياضي او على المستوى الاجتماعي، كل طوائف المجتمع الاهلاوي او كما يقال بالظبط يعني عائله النادي الاهلي، الكل تحدث في هذا الشان بشكل جيد جدا، سواء على المستوى الرياضي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى المجتمعي، المستوى الفني والثقافي، الكل تحدث في هذا الامر. وكانت اللجنه المركزيه للائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي كانت شريكه في هذه الاجتماعات، واجتماعات مستمره في هذا الشان. واحنا النهارده حتى بنتكلم عن هذا الموضوع وخلال ندوه مجلس اداره النادي الاهلي مع عائله الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، كان صباح اليوم في زياره مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب، ترأس وفد رسمي من النادي الاهلي زار اللجنه الاولمبيه المصريه، وكان في على راس مستقبلي مجلس اداره النادي الاهلي المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه للحديث حول لائحه النادي الاهلي. وكان النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه كان ارسل العديد من المقترحات او لائحه النادي الاهلي الى اللجنه الاولمبيه لابداء الراي ومتابعه هذه اللائحه بشكل عملي وبشكل فعلي. وبالفعل زياره النهارده من مجلس اداره النادي الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب واعضاء هذه اللجنه التي يعني توجهت اليوم في اللجنه الاولمبيه الاستاذ طارق انديل والمهندس محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، المستشار اسامه انديل رئيس محكمه الاستئناف وعضو لجنه الصياغه النهائيه للائحه،
كل هذه الاجتماعات لعرض لائحة النظام الأساسي على اللجنة الأولمبية. وبعد هذا الاجتماع اللجنة الأولمبية أعلنت اعتماد موعد الجمعية العمومية للنادي الأهلي تحت إشراف قضائي. هذا العنوان وهذا التصريح بالتأكيد العميد محمد مرجان أعلنه اليوم بشكل رسمي بعد هذه الزيارة، حيث اعتمدت اللجنة الأولمبية الرسمية بشكل واضح وبشكل صريح اعتماد الجمعية العمومية الغير العادية للانعقاد يوم 28 سبتمبر الحالي بإذن الله للتصويت على لائحة النادي الأهلي. وخلال الفترة القادمة سيتم الترتيب لكل هذه الإجراءات من خلال مخاطبة الجهات القضائية للإشراف القضائي الكامل على الجمعية العمومية في النادي الأهلي، كما سيتم إرسال خطابات أيضا إلى الجهة الإدارية لإرسال موظفيها للإشراف على الجمعية العمومية غير العادية في النادي الأهلي واستكمال الشكل القانوني لاعتماد هذه الجمعية بإذن الله إن شاء الله، خاصة أن هذه الجمعية لها نصاب قانوني طبقا للائحة الاسترشادية، ومن خلال هذه الجمعية بإذن الله يتم الاكتمال النصاب القانوني ثم يتم اعتماد لائحة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. زي ما قلت لكم خلال الفترة الأخيرة كان في العديد من الاجتماعات والعديد من الزيارات سواء من الرياضيين أو حتى الفنانين والمثقفين والاقتصاديين لإبداء الرأي في هذا الموضوع. حتى النهاردة ظهرا في الساعة الثانية ظهرا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة كان في اجتماع لرياضيين، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، الكابتن محمد فضل، العديد من الرياضيين والكابتن زكريا ناصف بيتحدثوا عن لائحة النادي الأهلي. لكن اللجان في النادي الأهلي أيضا كان لها دور كبير جدا، اللجنة العليا للجان اللي بيرأسها الأستاذ محمد يوسف، لجنة الصيانة واللجنة المركزية في وجود الأستاذ طارق أنديل والمهندس محمد سراج الدين، الكل كان بيتحدث في هذا الشأن. هنخرج لتقرير مهم جدا من هذا التقرير، فيه العديد من اللجان بيتحدثوا ورئيس اللجنة العليا الأستاذ محمد يوسف وأيضا الأستاذ طارق أنديل والمهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في هذا الشأن، ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير في هذا الملف. وعندنا تقارير أخرى في هذا الموضوع المتعلق بلائحة النظام الأساسي في النادي الأهلي. عقدت اللجنه بتاع ورشه العمل الخاصه بالفنانين والمثقفين وكانت مجديه للغايه، وتم تدوين بعض الملاحظات والاراء على طول. ورش العمل شغاله كده، يعني كان ورش عمل اللجنه الخاصه بالاشتراكات، ورش عمل خاصه ببعض انواع من الاعضاء اللي هم بيدوا حاجات معينه، خبراء الاقتصاديين، كل الكلام ده بيصب في النهايه في لجنه اللائحه. واللجنه المركزيه نفسها في الاخر بتبص بتجتمع اللي هي يبقى خطوه لاعدادها للجنه بقى للقانونيين والصياغه لاعداد الصياغه النهائيه، وان كل بند ان هو اللي بنحرص عليه انه لو في خدمه الاعضاء ادوا جمعية عمومية على طول فورا بيكون متحيزين ليه ما دام في اطار اللوائح والقوانين. وفي نفس الوقت الحاجه اللي تعمل انطلاقه للنادي الاهلي ان يبقى لائحه النادي الاهلي لازم تكون مميزه، دي لائحه النادي الاهلي. احنا كل يوم يمكن شغالين في موضوع اللائحه بشكل قوي، وده يكون برضو بناء على ان احنا يعني فاتحين الحوار وفاتحين المجال لتلقي جميع المقترحات من الاعضاء ومن طبعا الورش العمل اللي بنعملها، فده بيحتم علينا ان احنا لازم نتابع ده يوم بعد يوم. يعني كل حاجه بتجي لنا على طول بشكل يومي بنشوفها، لو في حاجه طبعا مكرره زي ما قلنا ان بنسب كبيره مثلا تفوق ال 70% او 75% بنبدا ان احنا بناء على رغبه الاعضاء بنغير ده. الورش العمل طبعا الحمد لله انا شايفها بتبقى مفيده بشكل كبير للائحه، وبنقعد احنا بعد الكلام ده اللجنه المركزيه نتابع بقى ايه اللي اتبعت ايه اللي اتعمل، وحاجات بتتعدل حاجات تانية مثلا ممكن ما تحتاجش تعدلها فبتسيبها زي ما هي، يعني على حسب الافضل للائحه. يعني هو حاله حراك بصراحه، انا شخصيا كعضو نادي اهلي سعيد بيها جدا جدا جدا، لكن الحراك ده اللقاء طبعا اللي هيحضره اعضاء مجلس الاداره وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب مع الاعضاء في لقاء حر، هيسبقه كمان يوم الجمعه ورشه للشباب النادي الاهلي في مدينه نصر هتبقى ان شاء الله الساعه 4:30، ويوم الخميس هيكون هنا للمراه والطفل هيكون بيه برضه في ورشه تسبق الندوه اللي موجود. احنا سعيدين جدا 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 بحاله الحوار والحراك اللي موجوده داخل النادي، لان الاعضاء في النهايه هم اللي بيقرروا مستقبلهم، هم اللي بيعملوا مستقبل اولادهم، وبالتالي احنا لازم نسمع افكارهم. أهلا
اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعتوا وشفتوا في هذا التقرير كلام مهم جدا من الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان، والاستاذ طارق انديل والمهندس محمد سراج الدين. الكل بيتكلم عن حوار مجتمعي كبير جدا داخل عائله الاهلي وداخل مقر النادي بالجزيره وفي فرعي النادي بمدينه نصر والشيخ زايد. الكل بيدلو في هذا الموضوع، في هذه اللائحه اللي بتحدد دستور النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. قصه اللائحه مش قصه انتخابات او تصويت او عدد اعضاء الجمعيه العموميه او النسبه القانونيه، هناك تفاصيل مهمه جدا سواء تفاصيل اقتصاديه رياضيه، بنود مهمه جدا لاعضاء النادي الاهلي وبتلمس جزء كبير جدا من كيان النادي الاهلي خلال الفتره القادمه وفي طوائف مختلفه. واحنا بنتكلم على اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، احنا مش بنتكلم عن رياضيين فقط ولا فنانين ولا لا، في تفاصيل كتير. احنا ممكن نتكلم عن شعراء وممثلين ومنتجين. النادي الاهلي ده يعتبر كيان بيجمع كل طوائف الشعب المصري تحت رايه وعلم النادي الاهلي، اللي بالتاكيد يعني مصر البلد الكبيره او الاسم الكبير جمهوريه مصر العربيه فيها النادي الاهلي بالتاكيد ليه شعبيه وليه جماهيريه، فبالتالي طوائف الشعب المصري في جميع المجالات كلهم بيكونوا حابين يكونوا موجودين داخل النادي الاهلي. واحنا في هذا التقرير واحنا بنقدم تقرير مهم جدا مع الشاعر جمال بخيت، اهلاوي صميم حضر وشارك في ندوة من ضمن الندوات اللي كان فيها حراك مجتمعي بيتكلموا فيه عن لائحة النادي الأهلي ولائحة النظام الأساسي. نخرج لهذا التقرير نسمع فيه الأستاذ جمال بخيت شاعرنا الكبير والأهلاوي الصميم بيتكلم عن رؤيته للائحة النادي الأهلي وكيف شارك في هذا الحوار المجتمعي من خلال ندوة كانت مهمة جدا للمثقفين والفنانين داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. احساس جميل جدا ان احنا كمواطن مصري حتى بصرف النظر عن ان انا عضو في النادي الاهلي وان انا اهلاوي من اسره اهلاويه كلها، يعني الا اني انا لو كنت دعيت وانا غير عضو في النادي الاهلي لمثل هذه المناسبه كنت احضر، ولو دعيت في اي هيئه او مؤسسه اخرى لمناقشه اللائحه الداخليه ساعتها كنت هحضر، لان ده شيء ايجابي جدا ان اللي هتطبق عليهم اي لائحه يكونوا مشاركين في وضعها. دي تجربه في منتهى الجمال وانا بشكر النادي الاهلي واداره النادي الاهلي عليها. هو حصلت مناقشات الحقيقه ومناقشات مهمه جدا حوالين اكتر من بند، كان من ضمنها مثلا شرط الثمان سنين لرئيس النادي. هل الكابتن الخطيب هو نفسه كان اقترح زي ما عرفنا ده في اللائحة انه رئيس النادي ما ياخدش فرصة اكتر من 8 سنوات؟ البعض كان شايف انه ما نحطش، البعض كان موافق على اقتراح الخطيب والبعض الاخر كان بيرى انه ما نحطش حد ونسيب الجمعية العمومية هي اللي تقرر. ده من الحاجات اللي خدت مناقشة كبيرة. أيضا أحقية مجلس الإدارة في فرض تبرعات سواء داخل النادي أو خارج النادي من خلال جمعية عمومية لم تكتمل، حاولنا أو اقترحنا أن احنا نحط بند يحظر ده. أي تبرعات هيدفعها الأعضاء لازم تكون من خلال جمعية عمومية مكتملة. نقطة أخرى خاصة بفرع الشيخ زايد وأحقية أعضائه بالترشح وبالانتخاب، أيضا ناقشنا هذا الموضوع ووعدنا بأنه مجلس إدارة النادي هيبحث هذه المسألة وبعض التفاصيل الأخرى. طبعا
اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما سمعتوا وشفتوا عايز اقول في صوره مهمه جدا، الفنان نبيل الحلفاوي، المنتج الكبير دكتور محمد العدل، الشاعر الاهلاوي الصميم الاستاذ جمال بخيت، قامات اهلاويه ثقافيه، فنانين ممتازين جدا ولهم دور كبير جدا في توعيه وثقافه الشعب المصري في سنوات ماضيه وخلال الفتره القادمه، لكن حضورهم داخل النادي الاهلي داخل البيت الكبير لمناقشه هذا الملف، ملف مهم جدا. بتشوف ازاي الحوار المجتمعي ان الكل بيشارك داخل النادي الاهلي لتقرير مصيره من خلال لائحه ودستور بتعبر بجد عن النادي الأهلي. طيب خلال الفترة القادمة وإحنا شايفين هذا الحراك المجتمعي في كل طوائف المجتمع داخل النادي الأهلي ما بين رياضيين ومثقفين واقتصاديين ومستثمرين في هذا الملف، إزاي النادي الأهلي بيستعد بقى لاستقبال الجمعية العمومية اللي تم اعتمادها بشكل رسمي كجمعية عمومية غير عادية بإذن الله يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري؟ بالتأكيد في تفاصيل كتيرة في هذا الملف من خلال مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومديري فرعي النادي الأهلي في مدينة نصر وفي الشيخ زايد، لكن في نفس الوقت بما أن الجمعية العمومية بتقام على يوم واحد وفي المقر الرئيسي مقر النادي الأهلي بالجزيرة، نطلع نسمع ونشوف في هذا التقرير الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة بيقول إزاي الأهلي بيستعد لاستقبال هذا اليوم وإزاي هيكون في تفاصيل كتيرة جدا في هذا اليوم بحيث أن هي يعني تسهل على أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي يعني أن هم يقرروا مصيرهم ويشاركوا في تقرير مصير لائحة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. طبعا احنا بدأنا النهاردة، احنا بادئين من فترة الحقيقة تحضير للجمعية العمومية بتاعتنا غير العادية لوضع اللائحة النظام الأساسي بتاع النادي الأهلي. بقالنا فترة بنظبط الموضوع ده ومن في اجتماعات الحقيقة ورش عمل مستمرة بقالنا فترة طويلة جدا، وطبعا انتوا عارفين الموضوع ده. اخيرا النهاردة كان عندنا اجتماع صبح مساء المدير التنفيذي محمد بيه مرجان لوضع الترتيبات النهائية للجمعية العمومية واليوم اللي احنا هنعمله بكرة ان شاء الله هنا عندنا في مقر الجزيرة، ويوم الجمعة والسبت عندنا مدينة نصر ثم زايد. ده عبارة عن إن شاء الله حوار مجتمعي ولقاءات مع سيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين عن وضع اللائحة الأساسية للنادي اللي احنا إن شاء الله عايزين أعضاء النادي الأهلي هم اللي يحطوها، وده كان الهدف الرئيسي الحقيقة والاستراتيجية بتاعتنا إن دي مثال تبقى سابقة أولى إن عضو جمعية عمومية يشارك مشاركة رئيسية وبناءة في وضع النظام اللائحة الأساسية للنادي الأهلي والقانون، نقول القانون بتاع النادي الأهلي اللي يحطه عضو النادي، مش بنفرض عليه حاجة، وإحنا قايلين الكلام ده من زمان، قايلين تعالوا شاركوا برأيكم، حطوا اقتراحاتكم، حطوا التعديلات اللي أنت عايزها، وأظن دي فيها مصداقية وشفافية. وبالفعل تم تعديل بنود عديدة ولسه عايزين، بس اللي أنا بطلبه إحنا قبل يوم 9 وأعلنا عن الموضوع ده قبل كده، لأن بعد يوم 9 هنوقف قبول الاقتراحات والتعديلات المطلوبة عشان نبتدي نصيغ الشكل النهائي للائحة اللي تعرض على عضو الجمعية العمومية ابتداء من يوم 9 لحين الجمعية العمومية انعقادها يوم 28 إن شاء الله. فمن هذا المنطلق الحقيقة احنا فتحنا باب الحوار في قاعدة عائلية، عائلة النادي الأهلي هنبتدي فيها إن شاء الله في مقر الجزيرة بكرة الساعة 7. فأنا بدعو كل أعضاء النادي الأهلي، كل عائلة النادي الأهلي من جميع الفروع إنه يجوا والثلاث أيام يجوه ويناقشوا ويشوفوا إيه البنود اللي هم عايزين يناقشوها في حوار عائلي جدا، مش مؤتمر، هو حوار ولقاء ودي. وفي نفس الوقت اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي عنده مقترح عايز يقوله وفي وسط القعدة هيتم مناقشته. وأنا بأكد مرة تانية إن بالفعل تم تعديل بعض البنود عشان نوصل في الآخر لائحة لصالح عضو النادي الأهلي، تخدم عضو النادي الأهلي، نحن كلنا بنشتغل للنقطة دي بس. فأتمنى تبقى المشاركة فعالة ونخلينا إيجابيين إن شاء الله، ودي عادة عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، إحنا كلنا أعضاء وعارفين، وإن شاء الله بس إيه نتمنى العدد يبقى يعني مش عايز أقول إحنا مستعدين ومجهزين عند الشاشة عندي في الحديقة الرئيسية، مكان محترم، مكان كبير، في كافة التسهيلات للعضو، هيلاقي كل التسهيلات موجودة إن هو يقعد في جو مريح، جو عائلي، وإن شاء الله جو بكرة يبقى كويس كمان يساعدنا على القعدة ديت ابتداء من الساعة 7. وأتمنى إن المشاركة تبقى فعالة بجد، وكل واحد عنده استفسار، عنده سؤال، عنده اقتراح يجي ويتم مناقشته، والحوار مفتوح
زي ما قلت حضرتك مع رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب وباقي اعضاء مجلس الاداره واللجنه المنوطه بوضع لائحه النادي الاهلي. عايزين ننقل من مشروع اللائحه لصيغه اللائحه النهائيه اللي هنوافق عليها من خلال عضو الجمعيه العموميه، وبعد كده نقر بقى المشروع النهائي ان شاء الله، اللائحه النهائيه اللي هي هتبتدي ان شاء الله يوم 28 نيجي نصوت عليها. ده مش في النادي الاهلي، اعتقد ده النسابه اولى في الانديه كلها، يعني ان احنا نقر ده. واعتقد ان المصداقيه ظهرت قدام الناس كلها ان بالفعل تم الاعلان على بعض البنود اللي تم تعديلها بناء على طلبات من العضو. اللي انا عايز اقوله ان عضو النادي الاهلي انا بطلب منه تعال حط لائحه النادي بتاعك، ده بيتنا دي عائلتنا، احنا بنيجي النادي بنقعد فيه اكتر من بنقعد مع اولادنا ومع في بيوتنا. فانا اتمنى انت عايز حاجه تعال قولها، وانا عايز عضو يبقى عنده من المصداقيه ويصدقنا ان احنا فعلا الحاجه اللي رزنا والحاجه المقبوله اللي هتبقى في صالح العضو هيتم تفعيلها. واعتقد دي بتدي مصداقيه جامده جدا لعضو الجمعيه العموميه لمجلس الاداره والاداره التنفيذيه ان احنا فعلا همنا الاول ان احنا نرضي العضو الجمعيه في حدود طبعا المقبول، يعني في حدود الحاجه اللي هي بالظبط كده، وهتفيد النادي الاهلي وهتفيد عضو النادي الاهلي. فاعتقد ان دي سابقة اولى، اعتقد انها شيء يحترم، واحنا بنشارك. انت اللي بتحط اللائحه، انا ما بفرضش عليك لائحه. وده الحقيقه اللي كان فيه نقول ايه بعض في بعض الحاجه مش واضحه، ميس اندرستاند، يعني ان ناس كانوا يجي يقول لك انت ليه حطيت لائحه؟ انا ما حطيتش لائحه، انا حطيت مشروع اللائحه وكلمه واضحه، وعملنا موقع وعملنا صناديق وعملنا لوكيشن في النوادي كلها وكتيبات الناس خدتها. وبالفعل تم التفاعل من اعضاء جمعيه عموميه، الاعضاء الواعيين اللي هو كل اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي عندهم الوعي الكافي ان هو عرف يفرق ان ده مشروع مش لائحه نهائيه. المشروع ده تم دراسته بـ 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 بعنايه دقيقه جدا، وبالاخر انا بدي للعضو انت عدل اللي انت عايز تعدله، حط اقتراحك اللي انت عايز تحطه وانا هدرسه معاك مش هدرسه لوحدي. وعشان كده احنا بدانا ان شاء الله من بكره بامر الله هنبدا بمقر الجزيره هنا ان انت تتم مناقشه كل التعديلات اللي انت عايزها واللي انت حطيتها قبل كده، وعشان احنا نصيغ الصيغه النهائيه في البنود اللي احنا عايزينها. وزي ما قلت لحضرتك وهاكد من قعده بكره هي مش ندوه رسميه، هي مقابله عائليه جدا مع عائله النادي الاهلي. احنا قاعدين مع بعض في الجنينه، بس احنا بنتكلم مع رئيس مجلس الاداره والجهه المنوطه بوضع اللائحه وبنناقش بعض، والبند اللي هيتوافق عليه هيتحط في اللائحه اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ترضي تطلع مرضيه لجميع اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي. وده اللي يهمنا، احنا كلنا شغالين عشان خاطر ايه؟ عشان النادي الاهلي، النادي الاهلي وعضو جمعيه النادي الاهلي. اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعنا وشفنا في هذا التقرير كلام محترم جدا من الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره. بالفعل مشروع لائحه اعضاء النادي الاهلي من خلال اقتراحاتهم واللي وصلت لاكثر من 1000 مقترح على هذا المشروع لاقرار تعديلات من خلال لجنه الصياغه لاقرار في النهايه لائحه تعبر بجد عن النادي الاهلي. لكن الجمال في هذا التقرير ومن خلال الصور اللي تم عرضها في هذا التقرير، شباب النادي الاهلي اللي موجودين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وفرع النادي بمدينه نصر وفرع النادي بالشيخ زايد موجودين لاستقبال الاعضاء من الصباح الباكر حتى المساء، بيقدموا الكتيب اللي فيه مشروع اللائحه، بيلبوا اي طلب لاي عضو سواء سؤال بخصوص الكتيب او سؤال بخصوص اللائحه او المقترح يتقدم فين او الميعاد النهائي لتقديم المقترحات امتى او الجمعيه العموميه ميعادها امتى او كل الاجراءات لاي عضو داخل مقر النادي في الجزيرة أو فرع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد يقدر يبقى يكون عنده أي سؤال، شباب النادي اللي موجودين داخل النادي الأهلي يقدروا يردوا على أي حد. إذن النادي الأهلي مؤسسة رياضية عملاقة، مؤسسة يعني شغالة بشكل منتظم وبشكل نظامي ما بين إدارة تنفيذية ما بين شباب متطوع لخدمة هذا النادي من أعضاء النادي الأهلي في كل فئات المجتمع، حتى الندوات اللي تم المشاركة فيها من كل الفئات على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي، فنانين مثقفين، كل هذه الأطر موجودة داخل النادي الأهلي. وفي هذه اللحظات كمان اجتماع مهم جدا لمجلس الإدارة مع عائلة الأهلي أعضاء الجمعية العمومية لسماع مقترحاتهم بشكل جيد أو بشكل إيجابي قبل غلق باب الاقتراحات بإذن الله يوم 9 سبتمبر الجاري، والجمعية العمومية بإذن الله يوم 28 من هذا الشهر.
طيب مقر النادي الاهلي بالجزيره اللي هيكون المقر الرسمي للانعقاد الجمعيه العموميه غير العاديه باذن الله يوم 28 سبتمبر الجاري، لكن فرع النادي ومدينه نصر ايضا هيكون فيه مشاركه لهذا اليوم وهذا الاجتماع. بالتاكيد هيكون فيه تسهيلات ومساعده لاعضاء النادي في مدينه نصر عشان يذهبوا الى المقر الرئيسي. نطلع لهذا التقرير اللي بيتحدث فيه اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عن هذا اليوم وهذه الترتيبات، ثم نعاود الحديث بعد هذا التقرير. عندنا ان شاء الله موضوع مشروع لائحه النادي الاهلي، ده فيه اهتمام جدا من رئيس النادي ومجلس الاداره بخصوص الرجوع لاعضاء الجمعيه العموميه ومعرفه ارائهم في مشروع اللائحه، كافه المواد اللي موجوده اللي عليها ملاحظات. بالنسبه اتوجهت الى حوار مجتمعي، كل ناقش كله ارى وكله قدم مقترحاته وتم تعديد اكثر من مكان العضو يقول فيه مقترحاته، زي الموقع الرسمي، زي الايميل، زي السكرتاريه. فالحمد لله ده كان توجيهات رئيس النادي والمجلس ان توفير كافه الطرق للاعضاء انها تطلع على اللائحه وتقول مقترحاتها وكذا طريقه. طبعا احنا عندنا ان شاء الله تم بقى احنا بقالنا اكثر من شهر في حوار مجتمعي مع الساده الاعضاء، في تفاعل كبير جدا مع الساده الاعضاء بخصوص مشروع اللائحه، وكل ارائهم اتسلمت لينا واحنا بعتناها واتدرست مع المسؤولين المختصين اذا كانت اللجنه المركزيه او اللجنه القانونيه. ففي اهتمام جدا بكل ملاحظات الساده الاعضاء، وبالرغم من ان احنا بقالنا اكثر من طريقه للاعضاء يقولوا ارائهم، فكان قرار رئيس النادي طبقا ومجلس اداره لعائله النادي الاهلي ان يبقى في حوار مع اعضاء النادي في اطار عائله النادي الاهلي. فان شاء الله هيبقى في ثلاث اعادات وليس ندوات، اعادات عائليه، عائله النادي الاهلي في الجزيره يوم الخميس، مدينه نصر الجمعه، السبت في الشيخ زايد. كان طبعا النهارده السيد مدير التنفيذي عمل اجتماع لمديرين الفروع لبحث كافه ترتيبات وكيف التسهيل وتقديم افضل خدمه للاعضاء وتسهيل كل ما يقدم للاعضاء بخصوص هذه اللقاءات العائليه. واتفقنا على التوحيد وعلى كل امكانيات وكل بالتفاصيل الصغيره، الحمد لله. ودي حاجه مميزه في المدير التنفيذي ان هي اي حدث موجود بيهتم بيه وبيعمل اجتماعات وبيعمل لقاءات بحيث ان الحدث يخرج في احسن صوره. احنا بالنسبه للقاء العائلي الاسري اللي بيتم في فرع النادي في مدينه نصر ان شاء الله يوم الجمعه في الحديقه الرئيسيه، ان شاء الله هيتواجد رئيس النادي واعضاء والساده اعضاء اللجنه، وهيبقى فيه برضه حوار مجتمعي، حوار اسري، حوار عائلي مع الاعضاء، ان كل ما جاتلوش اي حد من الساده اعضاء الجمعيه العموميه ما جاتلوش فرصه ان هي تقدم باقتراح مكتوب او تقدم باقتراح وعايز يستفسر عن حاجه، طبعا دي يعني قمه الاهتمام باعضاء الجمعيه وقمه الديمقراطيه، ان النهارده بيحصل حوار مع كافه اعضاء الاسره الكبيره، اسره النادي الاهلي. وده طبعا تنفيذ لبرنامج عائله النادي الاهلي والتواصل المستمر مع مجلس اداره والاداره التنفيذيه مع الساده اعضاء الجمعيه العموميه. انا بصرف ان انا عضو، لا انا هقول كمسؤول، لان انا كعضو انا بحس بالخدمات اللي بتقدم مفروض، انما انا بتكلم كمسؤول في النادي ان النادي مجلس اداره والمدير التنفيذي او الاداره التنفيذيه بتوفر كافه متطلباتنا وكافه ما يوفر اي خدمه خاصه للساده الاعضاء الجمعيه العموميه بتتوفر، وفي توجيهات مستمره لينا بالتواصل والتفاعل مع الساده الاعضاء وحل المشاكل فورا. واللا مركزيه، وانا عايز اتكلم في حته اللا مركزيه، ان النهارده كان اي حاجه بنرجع للمدير التنفيذي، فالنهارده بقت كل فرع تقريبا بيحل وبيخلص بنفسه، ولما فيش لا مركزيه بحيث ان كافه المشاكل تحل سريعا. ودي الحمد لله اعتقد ان الساده الاعضاء التكدس الكبير والازدحام الكبير الموجود في النادي ده بيوضح ويبين ان في تفاعل، في تقديم خدمات مميزه، في خدمات بتقدم للساده الاعضاء، والحمد لله يعني ربنا يوفقنا ان احنا نكون محل ثقه المجلس ومحل ثقه الجمعيه العموميه في توفير كافه الخدمات لاعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي.
اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما سمعنا وشفنا تقرير من مدينه نصر من اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، بالتاكيد عندهم استعدادات مختلفه خلال الايام القادمه للجمعيه العموميه الغير العاديه. لكن الفرع الثالث فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد سياره اللواء محمود الفيشاوي مدير الفرع، ايضا يتحدث في التقرير التالي عن استعدادات الفرع واستعدادات النادي خلال الفتره القادمه لتنفيذ او انعقاد الجمعيه العموميه باذن الله يوم 28 سبتمبر الجاري في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اجتماعات مستمرة من أول ما تم وضع مشروع لائحة النادي الأهلي، المدير التنفيذي بيعمل اجتماعات دورية معنا قبل كل حدث. إن شاء الله النهاردة هو السيد المدير التنفيذي قاعد معنا، حط الخطوط العريضة للقاء العائلي في النادي، تمام، سواء في الشيخ في الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، وإيه هو الحاجات اللي تيسر على العضو، ايه الاعضاء ان احنا عايزينهم يشاركوا، لان هو دستور النادي الاهلي، الاماكن وتجهيزها، تيسير على العضو ازاي يوصل صوته واقتراحه بسهوله ويسر، تجهيز المكان اللي هيتم فيه اللقاء العائلي عائله النادي الاهلي. فطبعا زي ما انت عارف ان مشروع لائحه النادي الاهلي ده اتوضع من قبل اكتر من شهر، حطوا قامة ومتخصصين واتناقش معاه في ورش عمل قامة من النادي، تمام، وبعدين هم احنا في توجيه من رئيس النادي ان دي مشروع النادي الاهلي، دستور النادي الاهلي، احنا ما بندافعش عن اللائحة، احنا حطينا خطوط عريضة، اي اقتراح هياخد به كل عضو له حق الاقتراح، وحط وضعه ايه هو اللي يتمناه للنادي، لان ده دستور النادي اللي هيتم. اول مره يحصل هذا التفاعل الغير مسبوق، لان طبعا طريقه العرض وطريقه الحوار المجتمعي اللي تم، بحيث ان احنا رئيس النادي ومجلس الاداره حطوا مشروع اللائحه على الـ على الـ على الايميل بتاع النادي، وعلى ومن خلال السكرتاريه، ومن خلال موقع رسمي النادي الاهلي، ومن خلال اماكن مخصصه في كل فرع لتقبل قول الاعضاء واخذ مشروع لائحه مشروع النادي الاهلي. وطبعا كان الاول احنا ده دستور النادي الاهلي، احنا مش واصيين عليه، لا ده احنا ده عايزين كل الناس تشارك فيه، احنا ما بندافعش على اللائحه، ده مقترح، وبعد كده اعضاء النادي الاهلي هم اللي هيقرروا ايه اللي هيتم تعديله، اللي هيتم حذفه. وفي الايام اللي فاتت جه حصل تواصل اكتر من 1000 اقتراحات من الاعضاء، حاجات متكرره منها كتير، لكن تم الاخذ بها، وتم تعديل بنود، وتم حذف بنود، وتم اقرار بنود بما يتفق مع اقتراحات الاعضاء. فطبعا احنا بنوجه دعوه لجميع اعضاء النادي الاهلي او محبي النادي الاهلي للمشاركه في وضع دستور النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. الدستور ده هيمشي عليه النادي الاهلي مش لاربع سنين ولا ثمان سنين، ده العمر كله، اللي بيحطه واللي وضعه بيحط حاجه افضل تصور لمستقبل النادي الاهلي، وطرحه للنقاش لجميع الحوار المجتمعي، والناس تفاعلت فيه وشاركت فيه. والواحد يعني ايه، انا عايز اقول ايه، اول ما المشروع طرح الناس اللي متخوفه ابتدت الامور بالنسبه لهم توضح، وان اللي حاطين هذا المشروع اللي ان شاء الله العملاق دستور النادي الاهلي انه بيرغب في عمل افضل شيء للنادي الاهلي. وان شاء الله احنا يوم الخميس هيحصل حوار عائلي بين رئيس النادي وعلى مجلس اداره النادي والواضعين المشروع اللائحه يوم الخميس في الجزيره، يوم الجمعه في مدينه نصر، يوم السبت في الشيخ زايد،
واحنا جهزنا، هيبقى المكان الحوار المجتمعي هيبقى موجود في عند الشاشة العملاقة قبل الماتش على طول مباشرة. فاحنا ان شاء الله كل الاعضاء اللي عندها اي اقتراح يتقدم بيه، عملنا كل السبل. المدير التنفيذي انا بشكره طبعا، لان هو ايه كل حاجه احنا بنطلبها بتلبى، تجهيز مكان، ميكروفونات، سماعات، وايرلس، عايزين كل واحد في النادي الاهلي يشارك في مشروع لائحه النادي الاهلي، وان شاء الله يخرج دستور النادي الاهلي بما يليق باعضاء النادي الاهلي واللي احنا بنتمناه ونرغبه ان شاء الله. حضراتكم من جديد، وزي ما سمعنا شفنا تقرير اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وسبقوا ايضا سيارة اللواء حسن مسعود بمدينه نصر، والاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، اجتماعات مستمره للاداره التنفيذيه اللي بالتاكيد بيقودها العميد محمد مرجان لاخراج هذا اليوم بالشكل اللي بيليق بالنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، لان بالتاكيد الكل في اليوم ده بيحاول يكون حريص على انه يطلع النادي الاهلي في صوره طيبه، يقروا اللائحه، يبقى يوم احتفالي كبير جدا لاعضاء النادي الاهلي مع مجلس الإدارة والجمعية العمومية، اللي بالتأكيد خلال الفترة القادمة الكل من خلال لائحة النظام الأساسي بيضع النادي الأهلي نصب أعينه عشان هذا الكيان وهذا المكان الكبير جدا يفضل دايما في المقدمة وإلى الأمام دايما يا رب من خلال هذا الحراك المجتمعي الرائع جدا، لأن هذه اللائحة خلال الفترة الأخيرة شايفين كل الطوائف بيشاركوا فيها، واجتماع مع اللجنة الأولمبية النهاردة اجتماع محترم، المهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية بتعتمد ميعاد الجمعية العمومية بشكل رسمي بإذن الله غير العادية يوم 28 سبتمبر، لا ننسى غدا بإذن الله جلسة ودية لمجلس الإدارة مع أعضاء النادي الأهلي وعائلة الأهلي في فرع مدينة نصر يوم السبت بإذن الله ختام هذه الجلسات الودية والحراك المجتمعي في فرع النادي بالشيخ زايد. هذه الحلقة بالتأكيد كانت فيها تفاصيل كتيرة، بدأها الكابتن عبد الحميد حسن ميدو وكان فيها العديد من الأخبار، وكان في استضافتنا النهاردة الكابتن شريف الخشاب، لكن بإذن الله انتظرونا خلال الحلقات القادمة في برنامجكم المفضل الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.